صباحكم الخير والنور والسرور، وصباحكم الصباحي والوردة والميلاحي، وصباحكم صباحين، صباح يطل الفجر وصباح يوفي الدين. يا سلام سلم. ها السلام عليكم. ها انت وين؟ اول شيء قلت السلام عليكم. رد السلام. انزي عليك السلام. انت وين؟ عند الباب. انزي يلا يلا دخل دخل فله. يلا والله مليون مرحبا. قلبك الله يرحمك. والله مليون مرحبا ابو خليل. هلا هلا هلا. يلا 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 حتى تخاديش قبل افتح لك الباب الفرحة. ما اشوفك. يلا هذا بنزل السياره. هي هذا ابو ابراهيم وصل. باجي عاد منو؟ باجي الخبير. مرحبا ابو خليل. اهلين اهلين اهلين. تو ما نور البيت. لا لا منور بهال البيت. صباح الخير. اليوم عاده اليوم مطلوب علينا ابوي جماعه متهلعين يبون قصيده بوبر، وطلع جسمك ان شاء الله من جسمهم. رفعنا حراره صايرونه حقك انت، وبنطعم نحن وياك بعد. شو رايك؟ ناهيك عاد عن المحله اللي ماشي شرات محله في الدنيا العوده. ايوه المحله رفيع. اتذوق وحده ابو محمد. شو اشهد خلي يحطون لك نص وحده لي وحده لك. زين شعري هذه خبيصة يغير مبشرات باجي الخبيصة. هذا الله يحفظكم يسمونها خبيصة الدبس. خبيصة الدبس شيرتها بدا ما ينحط شكر ينحط دبس، لا أكثر ولا أقل. ما يبالها علومة ولا يبالها شغلة ولا همك الله ولا هم يحزن. زعفران وقناد ودهينة طيبة ها ودبس. هذه أبوي الخبيصة، خبيصة الدبس اسمها. طيب ايش قال لونها غادي؟ هذه خبيصة الدبس. زين؟ اما عن قصيدة البوبر فهذه هذه قصيدة البوبر اللي ماشي شراتها قصيدة في الدنيا العودة. هاي هي قصيدة البوبر. هاي هي قصيدة شو؟ البوبر. اللي تغني يا ليل. اللي تغني يا ليل هاي هي قصيدة البوبر. صحن قصيت انا الطرف هذا والطرف هذا حد من العرب. حق ابو خليل. ايوه. زين. اكل يعني؟ هي هي هي. بسم الله. هي قصيده رقم واحد. حاطين حق ابراهيم هرده ويا شو؟ ويا عسل سمر. انا ابو هاي ما بمحبه يحبونك العرب يا ابراهيم. اللهم لك الحمد والشكر. انا ابو عسل سمر ما يظهر للغالي. ترى غالي ابوي انت هني. انتوا غالي. يا ربي جزاكم الله الخير. بتلايم هذا كله دور لك دار. لا لا شويه بس. يعني بداخل الله يعافيك. اي نعم. اليوم ان شاء الله غدانا في غمضه اذا الله جعلنا بالحيين. غدانا في غمضه بنخطف بعدنا على فبغه وخلافه بنصير خصب. هذا كله في عمان. عمان الجود، عمان الطيب، يا عمان الاناسه. بنصير ابوي مسندم، بنخطف ابوي البقع اللي هناك كلها اذا الله جعلنا من الحيين. بكره ان شاء الله بنبات في فندق نسيت والله شو اسمه. تانا شيء اسمه تانا الفندق. وبكره ان شاء الله بتصير بتسوي سرحتنا من صباح الله خير. بنتلي الخيران كلها. لا بنخلي قب علي ولا جزيره ام الغنم ولا خور نيد. كل هالشباب كل متعبلين سووا لنا احمد على الله يحفظه الشيخ احمد بن سليمان ال مالك مسوي لنا ابوي تور بيخطف ابن الدنيا كلها. بيروينا ابوي روس ليبال كلها ما بيخلي ابنه بقعه على الله يحفظه ويبارك فيه ويطرح البركه فيه وفي ذريته. وهالسيره المفروض تكون من قبل اسبوعين ثلاثه غير سبحان الله. هم مرتبشين ونحن بعد من معرض لين فستان لين ما ادري شو لين شو امور. والجماعه ما شاء الله الحين جاهزين ويتريقون بنمشي. اقول لكم اللي تخبر عن اللي تخبر عن الخبيصه، الخبيص العادي والخبيص بالدبس وبلاليط ابو علاقه والعصيده العاديه وعصيده
البوبر وعصيدة كله موجود أبوي على اليوتيوب، ما في شيء. الخمير والمحلة ومحلة زايد والكباب والشمشمو والفلزي كله أبوي موجود وين؟ على الانستغرام، وموجود أبوي على اليوتيوب. نعم كل شيء موجود، ما شيء. شو تقولون الحين أنت؟ عفوا شو تقولون؟ موضوع خاص أبو محمد. زين أبو محمد، أهلين أهلين. إن شاء الله النبي تكون سيرتنا جميلة وفنانة وخفيفة، يسد فيها أبو خليل يعني الله يبارك فيه. نعم نعم، توه واصل ما شاء الله عليه، توه واصل من العين دهر الزين. إبراهيم يقول أبوي حط علي الكاميرا وصورني، شو يبي يقول شيء؟ في سلام يجينك من دكتورات دكتورات حريم يعني؟ أيوة حريم. هي من عيادة الأهلي في العين. هي نعم. من عند الدكتورة مريم الكويتي. هي. ومن عند الدكتورة إيمان الدسوقي. هي. والكونتر اللي في عيادة الجاهلي. هي. سلمون عليك سلام الجدير بلي عدد ومتابعينك ومستانسين وياك. هي نعم. وسوالفك الطيبة. هي علما خلو منهم وسلام كن أبوي وصل. يا رواعي الياهلي، يا عيادة الياهلي، يا رواعي عيادة الياهلي، من دكتورة ومن نرسة ومن كاونتر. والله يحفظك ويفرحك بذريتك، وانا بعد افرح يوم يثيني اخبار ان حد ينبسط من متابعتي اكثر عن شي. بعد شو بيستوي، انا قمة الفرح والاناسة يوم تيني الاخبار هالنمونة الايجابية. على الله يفرحك ابراهيم. أقول لك هاي الدكتورة إيمان الدسوقي، هي على الله يحفظها يوم يدني الحمى. هي والله أنها شلتني فوق رأسها ورامت؟ رامت ما قصرت الله يحفظها. شلك فوق رأسها؟ نعم، مشرقة ومغربة على الله يحفظها إن شاء الله. أقول عفاريت فيها كانها شلت. شلت؟ حرام عليك. دكتورة أنا ما قلت ولا قال. حي في ذمك ما قال؟ والله لك روح قايل؟ لا والله ما قلت دكتورة. الله خير بقى الأخ إبراهيم، إبراهيم خير إن شاء الله. صباحكم خير، صباحكم نور وبركة وسرور، ونحن قابضين هالخط اللي نتمنى كل من يمشي عليه يحصل النور والسرور. خط دبي، بنخط من دبي، بنكمل إن شاء الله جدة رأس الخيمة، بنخطف بور أبوي جدة لين ندخل حدود عمان، بندخل عمان الحبيبة، عمان السلطنة، عمان العزة، عمان قابوس بن سعيد يعلى الله يحفظه ويطول بعمره، ويبارك في كل هالعمان، ويبارك في كل مسلم، ويطرح البركة في كل من يزور هايش البلاد الفنانة، بلد الذهب، بلد المناجم، بلد الخير، بلد الكرم، بلد اليود. عمان يارة صديق ويانا من أميات السنين، لا نلقط الدورة منهم وهم كذلك، ما لهم بد عنا ولا لهم بد منا، نحبهم محبة عيوننا الله العالم. حطيت لكم بوست قبل شوية، البوست هذا الله يحفظكم مال مركز لتحفيظ القرآن، اسمه مركز محمد بن عبيد المكتوم في دبي، موجود موجود لخدمة جميع فئات المجتمع بدون النظر للجنسية ولا الطول ولا العرض ولا مكان الإقامة ولا أي مكان، مكان بإمكان حتى اللي في السلع يستفيد منه، حتى اللي في الفجيري يستفيد، ناهيك عن المناطق المجاورة، استفادة كلية. ما بلازم تحضر لين المركز، ما بلازم تحضرين لين المركز، ما بلازم تتوجهين لين المركز، بإمكان تدخلين عليهم لايف من السناب، بدأ ما تشاهدين خالد الخالدي وفلان وعلان وهذا، دخلي بوي على مركز تحفيظ القرآن وتلقطين طريقة التجويد، طريقة تحفيظ القرآن في هالأيام المبروكة، شيء وايد زين. مركز محمد بن عبيد المكتوم يعطيك الطريقة السلسة والمريحة والسهلة، ما يصعبون بطريقة تحفيظ القرآن وتجويده وطريقة قراءة القرآن وطريقة إلقاء المحاضرات وطريقة تدريس القرآن، ما بيكلمونكم بالطريقة الصعبة. فلذلك اللي بيحضر عندهم لحضور الدروس القرآنية والمحاضرات مرحبا به وسهلا، واللي يبقى عن طريق
الانستغرام بعد مرحبا به وسهلا، واللي يبي يحضر العين فوق الراس عندهم في المركز اوقات الدوام الرسميه في رمضان وغير رمضان. زين، واللي يبي يدخل اونلاين يتابعهم على سناب شات بعد موجوده الخدمه هذه. الدروس اللي تبث يوميا منقوله لايف 24 ساعه ليل بنهار، مركز محمد بن عبيده المكتوم. المركز هذا ما بلا يحفظ القرآن، لا يحفظ ويفهم في آن واحد، يخليك تحفظ وتفهم، تفهم المفردات، طريقة نطق الآية، طريقة نطق الكلمة، كيفية التلاوة. وبلاش في حب الله، في حب الله بلاش، في حب الله يعلى الله ياجرهم. وصلنا الله يحفظكم. حدود دبي، دخلنا الحين في دبي، الحين قريب نظهر من دبي ان شاء الله. اقولكم اليوم غدانا اذا الله جعلنا بالحيين، اليوم الغداء وديتين، هب الله وديه وديتين، بغينا تعذر شرق غرب بحيله بدغيله يمين يسار امك ابوك شرق ما شيء فايده. غدانا الاولي الله يحفظكم، الغداء الاولي بيكون في غمضه ان شاء الله، غدانا الثاني الله يحفظكم هاي اللي ما رمنا نتعذر بيكون ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين في بخاء عند عيال الشيخ حمير آل مالك. اليوم غدانا الثاني بيكون عندهم عند عيال الشيخ حمير آل مالك، الشيخ سيف والشيخ سلطان. حاولنا برمسنا الجماعة تعذروا ورانا درب مني، قال ما يستوي تخطفون على بلادنا ولا تتغدون. قلنا لهم فني القهوة، قالوا ابدا حيد وامر بعيد، ما هالحالة شو بنسوي؟ انا شمنا ما اريد اسير، اعرف مذهبهم ما شاء الله عليهم متشددين متمسكين بالعادات والتقاليد القديمة، يعني الله يحفظهم ويدفع الشر والبلاء عنهم. شيء من الرسائل، رسائل يسمونها الرسائل الفارطة، محتواها انه انت حينه شب عن انك مصارف انك في بحر بترمس، في تاريخ بترمس، في قبائل بترمس، بلدان بترمس، معارض نسائية بترمس، مؤتمرات، معارض طيران، وين ما يحطونك تسلك. ابوي ابوي انا شخص لجميع الازمان وجميع الاوقات وجميع الفئات، جميع الاعمار اناسب اعيش ويا الوادم كلها في كل بلاد، وين ما سير رب العالمين مسخر لي الارض ومن عليها. انا يا ابوكم حتى المكوك بركبه ان شاء الله، جتني دعوه ابوي من هل بالفضاء، قال ابوي نباك ان شاء الله انت وبتصير ويانا. والله العظيم ابراهيم والله ما امزح، تحراني امزح؟ فما بيجي يزلك شنو وياك الفضاء ما يبونك هالمثل، لازم تخفى. وانه والله ابراهيم والله حلفت الله والله من صدق ابراهيم تحراني يمزح زين والله جاي بشل ابراهيم وياك بشل بشاورهم عاده انطاع لا بيطيعوني ان شاء الله هم يسمعونك. انا حتى هذا البلاك هول اللي توهم صورين اليوم متنبئ به اينشتاين من كم من سنه، في احتمال انا اسير اصوره ادب وخساس حق هاي الحساد اللي مستكثرين علي ادنات الدون. الله اكبر عليكم، استكثروا ابوي على عماركم، انتم توكم برجين، انا ابوي ساير وياي علي الدنيا من يوم صبي راقد. ايه حليلكم انتم، حليلكم انتم، توكم ابوي توكم في الحمد، انا شد ختمت 100 وديه وانتم توكم في الحمد، اللهم لك الحمد. لين تاريخ 18/4 في مجال، من لين تاريخ 18 ابريل يعني بعك مده طويله تقدر البنات والاولاد عيالنا وبناتنا اللي خلصوا من الثانويه والله وفقهم يقدرون ابوي يغيرون التخصص مالهم في الجامعه،
الأول وقت اللي خطف ما يقدر الإنسان يغير، الأول عنده فرصة واحدة وتسكر خلاص أونلاين، لو تبي تغير الطالب أو يبي يغير الطالب ما يروم. حاليا متاحة الفرصة مرة ومرتين وثلاث واربع، فلذلك اللي اختار قبل وغير رايه يروم أبوي يلتحق في الجامعة والتخصص اللي هو يباه، ما عليه إلا أو ما عليها إلا تدخل في حسابها اللي هي أو في حساب اللي هو سجل فيه الاختصاص وبيلقى طلق. لو الكل من دخل يلقاه مقلق، حاليا لا، الحساب انفتح ويقدر أي إنسان يغير التخصص أو الجامعة اللي هو يباها. ونطلب من الله سبحانه وتعالى إن الله يوفق عيالنا وبناتنا لما يحب ويرضى وينجحهم في حياتهم الدراسية وحياتهم العادية. والحاضر يعلم الغايب، هاي أمانة في رقابكم. أي إنسان يعرف حد محتاج هالمعلومة وما يبلغه الله لا يسامحه، استغفر الله العظيم. الحاضر يعلم الغايب. بعيونك يا الخالدي باب راس الخيمة حبة على 80. سلام عليكم أبوي، هلا الرمس. يو الرمس من سكن فيك، سلام عليك. وقال لي أبوي يوم بتوصل الرمس طرش لنا سلام. سلام يو الرمس، سلام سلام ومرحبا بكم وسهلا. هي والله تحية لأهل الرمس. أبوي من خالد الخادي وخاطف ساير أبوي روس ليبان ومن إبراهيم توفيق. إبراهيم توفيق بعد هي نعم، تحية بعد من إبراهيم. إبراهيم يبعد على الله يحفظكم إن شاء الله. إيه موجه لكم إبراهيم توفيق تحية. هي نعم الجير معبر الدارة الحدودي مع سلطنة عمان الشقيقة، يمين خصب يسار شعم. نحن أبوي وصلنا الحين بندخل جدد الجير. استقبل مكالمات ان شاء الله. هذا الطريق ابوي سرنا ويينا كل طريق طايح رقم واحد ماشي شرعي. عاد الحين اخر منطقه حدوديه بين الامارات وبين سلطنه عمان الشقيقه، مكان جميل جميل ياخذ العدل، تحس بالهدوء والسكينه، تحس بالترابط بين سلطنه عمان ودوله الامارات. بيننا وبين اخواننا جيراننا الله لا فرق شملنا، يلمه ان شاء الله على ما يحب ويرضى يا رب. دحينا مركز الحدود اخر شيء، حتى ممنوع الصيد كاتبين. ها لبي لا يصيد هنا. هذا السيد الشيخه نوره بتحمل المعلق في منطقه الجير. هذا مرة هذا وحين هذا المركز الحين قربنا، صلينا جمع وغسر وحين إن شاء الله. سلطنة عمان محافظة مسندم ولاية بخاء ترحب بكم. لا تقولون ما حد قالكم، راويناكم أبوية المحافظة بكبرها وترحب بكم. ليه في الكويت وليه في البحرين وليه في السعودية وليه في البحرين والسعودية البحرين والسعودية والكويت اللي في الامارات. هاي ابوي المراكز وهاي الدنيا والامور سهالات. الخطايح يغني يا لي، الخطايح يغني يا لي، اللي يغني يا لي. ها اول مدن روس ليبال اللي هي تيبات في محافظه مسندم، اول مدنها وقراها. احمد بن عبد الله بن سليمان المالك، شكرا على حسن الاستقبال. يعني الله يبارك فيك يا ابو شهاب. الحين نحن في وين سايرين؟ نحن في تيبات الحين، سامحني الصوت. ما عليه ما عليه. نحن في تيبات. زين. هاي بداية طالعمك أول منطقة من بعد الجير. نعم. بعد الدارة طالعمك. هي نعم. هي نعم. توكل على الله. تفضل. يلا. هاي المناطق. يوم أقولكم نحن أبوية بين الإمارات وعمان شيء قاسم مشترك. اللي هو التضاريس والصداقة والطريقة البنيان والعيش والعادات والتقاليد، قاسم مشترك وعامل مشترك. يقولون له قاسم مشترك. هي والله شوف السمر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عاد أنسب وقت، قبل شهرين وياي أنسب وقت حق زيارة المناطق وقت البراد.
يا الله يا وقت الحر عندهم النقاز. شوف اللوز، شوف لا تمازينها لا عليها رضوان من الله. اللي ما بيجي غلطان، تم غلطان تم غلطان. هلبقى يقبضها ابوي روس ليبال من اول شيء محافظة المسندم كاملة، لا يخلي لا شرقها ولا غربها، يتليها جولة جولة. ترى السير وليي الانسان لما دام حي، مدام حي يصير وي ناكل فرجان وبيوت، ترى بتناثره شيء شعبية شرق وشعبية غرب، وبنيام مني وبنيام منها. ألا ما تشوفون من عدل ان احنا يواعى ما بروا من التليها، ما شاء الله البقع وايدة، البقع وايدة والمساكن وايدة. فنحن اذا بنتلي هالبلدان كلها وهالفرجان ابوي بانا 75 يوم ونص، فانا وحنا ابوي نكتفي ناخذ جوي في كل مكان شويونا، توكل على الله لين بكرة ان شاء الله الجولة الكبيرة اللي هي تبتدي من خور نيد لين كمزار لين الخيران لين في شنتي يم سندم كلها. بنتلي الخيران شرقها وغربها، ما بنخلي بقعة ما بنيها، بنرويها ونسوي لنا مرتب لنا احمد على الله يحفظه ترتيب مسوي لنا كامل، مسوي لنا ترتيب علم وخبر شيء جميل. يعني خط واحد ساحل مشاهد انك البحر، وانت ساير وانت ساير ها وانت ساير تقبض الطريق هذا بكبره، وتيك البلدان عاد عليك عليك اليمين يسار يزر وبحر، ويمين هي البلادين الحين بخاء عقب اليادي. اول شيء تيبات اللي تونا خطفنا عنها، الحين بتيك شو غمضه عقب فضغه عقب بخاء عقب اليادي عقب حل عقب الجري عقب الحرف. وانت مطرج الحرف هاي ما نص نص المكان بين بين خصب وبين المركز، يعني في النصيفة هاي الحرف، توصلت الحرف عاد فوق قمة اليبل الحرف. الحين بتشوف مكان جميل، مكان جميل جميل جميل. واللي بيقول لي اللي بيقول لي ليش لبس سفرة وعقال، هي مركز حدودي ومن المفروض الإنسان يدخل البلاد وهو بكامل وهندامه الرسمي اللي يمثل البلاد اللي هو جاي منها، في حال أنك تدخل بلاد خليجي يعني. وكل إنسان حسب رأيي، لكن أنا هذا في مخيلتي يعني. ما يصير تدخل أنت بحدود بلاد كتشرة ولا هي، ما أنا شيء في بالي يعني، ولا كل إنسان حرية الرأي. شارع طايح غني يا ليل، شارع طايح غني يا ليل غني يا ليل. ما قلت لكم من عقب تيباتتي غمضة، هذه غمضة هذه غمضة، منطقة ساحلية مرة على البحر، على البحر يسعد حظهم سكان هالبقعة. هذا البحر مرة ورق عدالهم، بحر يوزة بحر يوزة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه غمضة، غدانا في غمضة إن شاء الله، نتغدى في غمضة بنعيمنا الخير بنعيمنا الله خير. هذا الغداء الأولي على فكرة ها، ترى غديات وديتين اليوم. هي والله شو بنسوي شو بنسوي عادم شو بنسوي، حاولنا نتعدى بأي طريقة من الطرق ما شي فايدة. هذه حين الضاء حافظ على عرب من هد من هد. على فكرة لا يوجد ولا يكاد أن لا يكاد يخلو منزل في دولة الإمارات من نسب من أي قرية من روس ليبال، أو أي مدينة من مدن روس ليبال، من خصب لين اليادي لين بخاء لين فضغة لين غمضة لين تيبات لين الحل لين جري لين اليرف، كلهن بويها في نسب بين دولة الإمارات. ما شيء يقل بيت ما فيه خال ولا عم من هالمناطق. الحين انت الرجال هذا تيبتنا بيت هالرجال، الحين اصورك انت الحين انا نزيد الحين نزيد ليش حس هالوجه الجميل ما اصوره. لا يا نزيد اقول لك نحن في وين الحين؟ نحن طال عمرك في غمضة. هي غمضة نعم، هاي طال عمرك منطقة يسكنونها ربعنا من شحوح من الغوريين. نعم. من قديم الزمان سبحان، وكانوا قيضون فيها طال عمرك من دبي ومن ابو ظبي ما شاء الله. هاي مقير ونحن بيت منو الحين؟
هالرجال فنان منه. عبد الله من زيف من أكابر المنطقة. والله والنعم. الله ينعم عليك. شحالك أبوي؟ كيف أنت؟ طول عمرك. يقولوا لي لو وداهم أبو ظبي. إيه نعم. يوم متزوج مع أبو ظبي بعد. بعد. ما خذوا حلم أبو ظبي؟ ما أقول عنك تو من هال من البومهير. رجال البومهير. شيبت مهم العيال. بنت واحدة. الله يطرح فيها البركة. عقب بعرس حرة ثانية. زين سويت. والحمد لله. هاي المهيرية راعت البطينة. لا ساكن هنا نقصت شيخ زايد بالأول القديم هذا في جانت المياه. هي الله رزقك بنية واحدة منها. هي نعم. هي لكن لو توفت هي اللم الحرمة توفت. هي نعم. ليش؟ قد 20 سنة بعد نمنع خلقها. استغفر الله. الله يغفر لها إن شاء الله. الله رزقك بنية منها. نعم. البنية باجيها. نعم سنة عم بوضبي. الله يحفظها إن شاء الله ويخليك. الله يحفظ جميع. نعم. الأول الحين العربي يمكن من دبي يبقى عكم هاي اللي نحن نعم فيها نعم ولا من أبو ظبي ولا من شيء من مقيض اللي هو هالوين هي من أبو ظبي أول شهر أبو خميس رميلي كان تعرفه هي نعم زين وبن عبدون نعم بن عبدون هي الله واجي بس ما أعرفهم كلهم أنا بن عبدون بنت شيخة أيوة هي شيخة زوجته زوجته حرمت شيخة نعم هي ولد عبد الحميد ولد عبد الحميد أيوة ها كلهم بوي باجين ورقم واحد بعد نسيب عبد الحميد ما خبت عبد الجربية عبد الجربية نسيب يعني ما شاء الله والله مليون والنعم إيه نعم بنته ما أخذ توني وأنا جاي الله يسلمك أقول حق الجماعة ما شيء بيت في أبو ظبي ولا في الإمارات ما في نسب ولا فيه صلة رحم بين الإمارات وعمان نعم نعم هي نعم خليط متجانس بيننا وبينهم يقيضون وقت طبعا يقيضون عندنا نحن هي يا ثاني كل متزوجين ما شاء الله ما شاء الله هي نعم دوم أخبر الجماعة ثاني هي نعم نعم وانت عاد ما شاء الله على حسلة هالخشم ده ولا كيد مزيون وخدت وطيرت عقولها طيرت عقولها الرواعي أبو ظبي ايه لا طارت عقولهم مساكين بيشوفون هالفنان على شحط ما شاء الله ما شاء الله عليك رجال عود معك فنان يا ما شاء الله لا لا معك فنان عمل يبسك وحده بعد جديده لا لا بسني حشا ليش؟ ما ارتاح افا يا رجال ما بدي يبسك وحده بلمه وصليه لا ترمس ولا شيات هاي كيف تمر عليها يبي شيء عندها بشاتير عندها تجاريه عندها عماره تجاريه وجميله لكن صليه وعميه بس الله يحفظك يبارك فيك مشكورين على حسن الاستقبال ومن دبي قيض لنا منطوق هي نعم البسطي ما شاء الله البساطه وقبل منطوق نعم قبل حريز يا الله نعم ضرب بن حريز عبد الله بن حريز نعم نعم احمد محمد المر هي نعم ما شاء الله ما شاء الله هذا اللي اعرفهم هي وكلهم هاي ابوي باجي وحين حمد عبد الله بن حريز حمده ها كلهم ابوي الحين يسمعونك تراهم هذا اللي توفينا لا العيال عيال 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 هم العيال عيال 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 حياة سالم بن طوق عيال حياة عفرة بن طوق عيال قم كلهم ابوي قم بن طوق الحين يسمعونك كلهم ابوي عقب بن ثاني عقب بن حريز كلهم ابوي بشير عقب بن حريز عندهم مصنع مال جدور وعيان أيوة. له اول مال تالي انت من عيال ابو جمال هم عيال ثاني والله هي. ما شاء الله تبارك الرحمن يعلى الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله يا رب طول لي عمرك يا مرحبا منو مقب من غليطه؟ سلام بالصقر ما شاء الله كلهم قيضهم هني ايه 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 شي نخل عندهم؟ العبار والله ايه كلهم في هل في كلهم في غمضه ايه نعم ما شاء الله ايه ما شاء الله ما شاء الله ايه نعم الحمد لله على كل حال الاول اللواد بتقيض في العين وفي شناص في الشنط وروس ليبال وروس ليبال ايه نعم نعم هذا نعم. لو وكلبه كلبه هل ابو ظبي هل ابو ظبي اغلبيتهم يقيضون؟ في العين مقيضهم مقيضهم في العين صح. وفي ليوة نعم. وين النخل وين الماء صح. الحمد صح. لله لو عيش الناس عايشة نعم. لكن يا ابوك اللي بيروس ليبال وبيشوفك انت نعم. لو انا حرمه يا ابوك اسميني بغازلك انت فنان من ذيبي لا لا فنان خذك ابوي راعية البطين راعية البطين خذت عقلك انت لا حول ولا قوة الا بالله ابو احمد اقول لك لوين تداوم أبو ظبي كم سنة كملت داوم أبو ظبي 27 سنة وين داومت والله بالداخلية زين أيام حياة الشيخ مبارك غير تقريبا كذي هي هي الأول هو وزير الداخلية أبو ظبي نعم 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 صح أيام الشيخ مبارك بن محمد مبارك بن محمد هي نعم أيام الشيخ الشيخ سرور ما شاء الله ما شاء الله تعرف أنت العرب كلهم ما شاء الله عليك الله أنت فنان
انت فنان ومدخلاني ورقم واحد يعني الله يحفظك. لا يحفظ الجميع ان شاء الله. امين يبارك فيك ويخلينا منك. اللي يميزها غمضه عن باقي البقع كل واحد ظرف ماشي. لا شو الفرق بينها وبين باقي الاماكن؟ ما ماها غير ولا نخلها غير ولا شيء عندكم؟ لا نخل نفس الشيء لكن يختلف عنا. احنا زراعه الموز الهمبه بنومي هذا عندنا بكثره يعني متوفر. نعم متوفر بس الطيبات ما يستوي. ليش؟ ما البحر فوق بالخير سبحان الله. ايه ما في كيف بحر نحب فوق البحر حلو. آه. واليادي واليادي بعد واليادي بعد. لكن انتم بقعكم اكثر فيها انما حلو يعني. نعم نعم. لومي عندكم واللوز؟ لا جد ايوه لوز نعم لومي. يلا يلا عنب بعد؟ ايه والله العظيم ما شاء الله. ايه ما النعمه عنب بس صغار لكن حلوه. وموز ثلاث ليمونات عندنا انغار وفرضي وهندي. والنخال شو من النخال عندكم؟ لولو اللي شيخ اللولو اكثر. ايه نعم خنيزي قشر بي قشر الباس اخصاب مزناي عن ما عندنا ومعان ما يستوي عندكم. اخصاب اخصاب خلاص جليل. ها ايه خلاص خلاص قليل. نعم, نعم جليل. نعم منو هني منو يخصكم من ابو ظبي؟ والله ابو احمد هذا انا ابو احمد مربيع يخصونكم نسب بينكم؟ نسب ما بيننا. هي ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم اللي يخصونك انت؟ اي يخصون عيال ثاني هذيلا ما شاء الله ما شاء الله. متزوجين عندنا يا ربي. الحين انتم مكلفين على اعماركم شيخ محمد. ما شاء الله مكلفين على اعماركم ما خليتوا شيء. قال لكم نبي سمك. هذا بعد ما يكفي هالسمك هش. هذا بعد سمك ولحم بعد لازم. انا ابوه ناس غرب اول مره راح فوق براسنا. الله يحفظك يبارك فيك. هذا ما يسوي شيء بعد الله. عندك صوره نبي نعرف. هذا يده. ها؟ ايه هذا شيخ محمد. ايه هذا ما حد شنب تنمر حرمته. ايوه خصه خصه ما خلنا نشمخ هذا. ايوه هذا منو حينه؟ الشيخ محمد بن احمد. الشيخ محمد بن احمد صخبوط صديق ذا. اي نعم صخبوط هذا صديق هذا ما شاء الله. وهذا الرجال هذا واحد بدي مرافق معه مطارزي. مطارزي نعم. اي ولا هذا الشيخ منو؟ محمد بن احمد سليمان. ما شاء الله ما شاء الله. شي خص الرجال هذا؟ هذا يده بوبو يده ما شاء الله. يد الجميع يدنا نحبونا. الله يغفل له. الله يغفل. نعم نعم نعم. يا ربي عبلتوا على عمارك. شوف الغديات انتم اخذت بن بشر بعد ما اخذ حرمتين. ايه بجبي 12 بن بشر ما اخذ. هذا يقول بس باتفاق يقول هذا هي بطي 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 بن بشر. ايه الشيخ ما اخذ اخته والله. ايه علي بس بن بشر يسمونه. ايه خذ بطيء. خذ بطيء. نعم نعم شيخ. لا والله ليش سبحان الله. وين يصير حرمه في دبي؟ حرمتين في غامضه حرمه في بخرا حرمه الله ما شاء الله. ومن كيف منهن كلهن يا بعيال؟ هي نعم كلهن منهن يا بعيال. نعم نعم الله يغفر. كم لحين من توفى؟ الله كم؟ 74 سنه. 74 متوفي. ايه ما شاء الله. كنا بيت انا وياه يعني جاي من داس. كنت اشتغل داس. اشتغلت في داس بعد؟ اي نعم. ما شاء الله عليك. انزين هل الجماعه منو بالله يا شيخ ما خبرتنا؟ الجماعه منو؟ هذا عبد الله. عبد الله الدغفلي. الدغفلي. انزين. وهذا صعيد. صعيد. هذا الرجال. هذا هذا احمد. احمد. انزين وهذاكي؟ هذاك خالد بن سليمان. والله مليون والنعم. يقرب من عايده بعد. وهذا الرجال. هذا صعيد. والله مليون والنعم. نعم. وهذا تعال شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ نيم. مشكور يا محمد مشكور. محمد الله يرفع شانكم عز مقداركم طول بعماركم. زين صبر هذا منو عند من العيال الحين الشيخ؟ والله شو بعد لك الحين من نوره كم من نوره؟ أربعة خمسة من نوره بنت عنا سليمان بنت بن بشر ثنينة ما شاء الله. من هذيل ثنينة واحد عبد الله سلطان من النحو واحد. نعم من سلطان غضة واحد ما شاء الله. يا يعني وايد عيال شو اقول لكم ان شاء الله خلها الله سبحان الله. ها سليمان يحييك. علي علي بن محمد بن محمد بن سيف. محمد بن سيف الشحي. نعم الشحي والله مني ولك. يقولون طيب. راعي شلات علي. آه الله يخليك. الله يمالك زود. لا نبي شيء خفيف. مالك زود. كيف حالك انت؟ انا بخير وسهل. طيب الحمد
الحمد لله. والله الحين ما يحضرني شيء الصراحة. ما علينا لول جليل لول جليل. المتيسر. كيف حالك انت؟ الله يسلم. طيب. ويلا ودرعك انت حالك وغير حالك. والله ما يحضرني شيء يعني. لا ضروري ضروري تحب تعطينا لوشة خفيفة. ما ها؟ شو اللي يحضر الحين؟ قال هذا يقول ما بمستعد الحين. اي نعم. ولا يعني ولا يعني ما ابي قصر. والله حاضرين انتم تستاهلون. يقولون انت ابو ظبي كنت تداوم ولا؟ لا انا كنت براس قيمة. اي ما شاء الله. اي نعم. يقول غمضة زهت بفراح غنت. نعم. وتزينت لأهل اليميلة. محلاش يا دار الاهالي طول العمر منسى سكوني. يا الله. نعم. يا حي الله يحييك. شكرا لله خليت منك. شكرا. بمال الله. هاي المسايد هاي النسخ القديم هاي القديم وحين يددوا عاده جامع جامع البلد ايوه يمين وهاي الرمله اللي فوق شيء وهاك البني هاي حد العوديه هذه منيها شيها ايه غير عن هاي أيوة. داخلين الفريج داخل بنخيل نحن بنخيل الحين اوكي ها هذا حوض مال الشيخ اول يوم هاي هذه ايه وحده تحت الجبل هشوها من هناك. هاي ابو الحصان مال الشيخ هذا وين خير كله مال الشيخ بين هناك. الحين الفريج الحين داخل الجبل الفريج ولا؟ عدد ناس كان هناك نحن سويق. لكن الحين يوم الاول يقولون الناس تصير تقيض في غمضه. المقيض على البحر لو داخل في البلاد. وين وين الرمله؟ وين لفيت وين الرمله؟ هناك الناس تصير تقيض. تقيل وتبات. ولا هناك على الرمل وداخل وين نخيل حق اللي بي يتقيضوا بياكلوا رطيبات ولا هنيبيات ايوه اللوز والفرصاد فيروز ان شاء الله عواوين النخيل عواوين شنو اول شيء احي ما حلو ما حلو ها الحمد لله الهمبه شو من الهمبه يظهر عندكم؟ ها صغار مال الاول والدعماني ايوه هذا هم مال الهند قال كبار وما شاء هاي سكنتها الغمضه الاصليين ايه. اللي لين اليوم لين بكره ايه. لا واللي قبل السكنه الاوليه هذه مكانها بعد هاي هي صوبين الشيوخ والمطاع احنا حنا هناك هي والبدو والهذا اهل البلاد اهل البلاد اهل البلاد سكون هني ايوه ايه. وهذا المسجان ما شاء الله. لكن غمضة فيها وجان وايد. تبارك الرحمن. اي نعم، كمين وجان هذه مال البحر. لا لا يدفق كله في البحر. البحر. احد يسمونه سد يقولون. المسايد اللي هني. نعم. عيال ثاني من دبي؟ ايه من دبي اي. اقول لك راجل من ثاني واحمد الثاني. اي نعم. جزاهم الله خير. كل انسان يعمل عمل. اي نعم. طيب جزاه الله كل خير. سكنه بعد هناك ها؟ ايه ايه وهاكي سكنه وهاكي منك سكنه. ما شاء الله عودة ترى غمضة ايه غمضة يا عودة نعم هاي الحديقة المنصارية للأبو ما تيش هاتم الأبو إنك تقول نسيت ايه ايه فرجان ما شاء الله بلاد مترامية ايه تحية أبدا من حال لا الحمد لله اللهم لك الحمد لو ايش قال العرب توصلكم ليه من بوظبي وليه من دبي كيف يوصلونكم لنجات النوج كل لنجات ينتبون في الليل ويصبحون هني كل لنج ايه كل لنج بس يتاخرون شوي لان بعيد مسافه من ابو ظبي ايه ابو ظبي ابعد شوي نعم وكلهم مقيضهم عندكم ايه نعم يا سلام سلم نافعيننا بعد ياخذوا حلالنا سحنا من نشتري بعض غيرهم والله صدق والله الحمد لله العود السحن الهود يشترون مساكين ايه اللي ما عندي ياخذ من اللي عنده ايه وكل واحد مسوي له عميل هي اعمله انت شو تبيع وتشتري الاول في وقتك الاولي انت نحن نرمس عنك انت حين انا ما يضر احنا مخلفين نخيل ناكل نشرب ولا نخلى ايوه وتعرس كل يوم عرست لا انا ما شعرس ما من عرس كل يوم وين اول حرم واحد يابا بعد جابله ليش؟ وما تجيب عيال بعد وايد ليش؟ عمهم ها؟ أه؟ بس ودين بس كل عيال ثاني ويون هنا؟ ويون ايه هاي بيوتهم حدا غير بيوتهم قب نحرز وين عيال؟ احضر عشان نحصه هاي الخيل الشيوخ مال فاطمه مرسل مسجد
البيوت. هاي ما رش من ثاني نشيلنا. هي ما شاء الله. ثاني حوض حلو هذا فيها. حلو. حلو نعم. الغمضة حلوة كل سيارة توقف عند باب هذا نخلة. هي ما تدخل ماشي داخل. أسر. ماشي أسر يعني. هي هي هي. محمد هني خذ يمينه. شوف هذا بيت رش من ثاني. خذ يمين وطلع لفوق. كانوا جديدين هذا البيت جديدين هذا هذا البيت الأولي بنت عبد السلام حمدته أمه بنت عبد السلام من الشاجة هذا هذا بيت أحمد بن ثاني السكنة الأولية هاي وهذا بيت عبد بن عيدان هذا وهذا بيت خبيب بن عيسى عمهم بقى يا ثاني وهذاك الجديد بيت حمد الطبيب بن حريش حمده بيت حمد من عيشة بن ثاني نعم وهذا يا ثاني منه بعد بيته صدقهم منه شو ما زين لها السكنة شوف براد هذا يلا يلا احد بالعودة شوف اي والله اهل دبي واهل ابو ظبي يحبونها غمضة لشان لعب فيها هي حدبة مكانات ما عندنا الحدبة شوف العصر كلن يلعب هناك يشر صينية يجلس فوقها وركضت صينية ما ديته يقعد فوقها وتركض الصينية وهو يغس مثل سكيتنج هي هي هم صلى العيد ما شاء الله اي والله يا زين شي غمضة لا تحاتب ويا لا توصل حد اليتيم بالبكاء حد من قوم بنبيات هني اللي هم نعم قوم بنبيات بنبيات هم ابو ظبي ده حد ابو ظبي وحد دبي بنبيات غيره نعم نعم هاي عيال ثاني بان راشم ثاني ما شاء الله يا له الى الله ياجرهم وهذا هاي كل بيوت راشم ثاني لا ما يصير لا بس كذي منين برد زين ايش علي هاي يسار تيبات ويمين بخاء نحب نصير فضغه الحين ها ابغى اقعد بخا ايه ما قلت تهني مو لا ياي كم وديه صاير لين كم زار انا لا تحاتيني ابوي ما خليت بقعه ما شاء الله كل بلاد على قد حالها الحمد لله ترى بين كل مدينه ومدينه كيلو كيلو وين كيلو كيلو وين مثل ما قلت لك هذه فضغه ما شاء الله ما شاء الله بيوتك الهيداد ما شيء شيء فيها قديم تام محمد هاي منطقة هاي هذا مكان كان هني المقياض كان هالرملة من إياس وهم أهل البلاد سبحان الله حر شوي والسكنة بالشتاء فوق الشتاء فوق وفي القيض تحت قرب قرب البحر يسار محمد وليش مسمينها فضغه؟ شو السبب؟ ايوه محمد اسامي قديمه من القديم الازل يعني الواحد زين فضغه الا الوحيد لا زين الاسامي لك ليش مسمينها هالاسامي؟ شنو معنى؟ فوق البحر صغيره لكن يصير فوق عوده مغمضه مغمضه شوف انت ايه سالت واحد انا قبل شيء يستوي قريب البحر شوف صغيرونه يطلع فوق مني لا مساحه عنده هاي مسار من هم يدورات دار جديد وشي دار هن الاولي شيء مشبت تاش موت هاي نخلكم انتو ما شاء الله عود مزرعكم فيها يميع الموز شيء موز شيء فراضي عندكم يا الله يا الله يا الله ما اقول عنك شيء اللي تباه بغيتني يوم ولا بغيتني سنه بلادكم غاويه ابو احمد غاوي غاوي بلادكم محمد هاي السكنه القديمه هني هذا الاوليه شوف هاي هذه الحين هاي السكنه الاوليه فيستهني وفي القيضه هناك يختلطوا هم بالنيات هاي مواطنين بصوب هاي البيوت كلها ورا تحت اليبل كلها اهل بلاد هاي سكنتهم هاي ساكن لا اله الا الله شو يسوي بعد واحد هاي جوا شوي ادفئ ادفئ هي ادفئ عن البرد سبحانك يا رب هذا بيت الحجر بيتي انا ومحمد الفول
وين منهن؟ بعد اللي ما خلّم. هذاك أنت تبني هناك؟ ما أقول عنك شيء. شو اللي خلاك تبني هناك؟ شو اللي خلاك تبني هناك؟ شوي قلنا طمع قلنا نسوي شيء محمد على الديزاين القديم. لا فنان والله. حجر. هي وقفت البلاد عاد الحين هذا وين وقفت البلاد؟ ها وقفت البلاد. ها؟ لا بعد البلاد محمد فوق. بس والله. ماشي شارع. شيء من البلاد فوق؟ إيه وايد فوق. بعيد يمكن كيلوين وشيء فوق بعد. وشيء ساكنة؟ شوي ساكنة متفرقة يعني بيوت. هي لك لكن ما شيء طريق ماشي حبه حب وبر ما شاء الله في النخال لا خارج النخال على على الوسمي على المطار ها شو من الخشب الاول انتو عندكم؟ البوم هي كوتيه صنعاء صنعاء هي يا البوت نفس ابو ظبي انت حين بحري لو ناخذها لا ناخذها لا بحري ها انا ببلع راعي راعي نخل ولا بدوي يعني حضري حضري انت؟ اي نعم ما شاء الله عليك حسبتي عيبك ليش كنا عنا؟ وين ما شاء الله ها بيتنا احنا وين؟ الحمرة؟ لا لا هذا هذا ما شاء الله وين ما شاء الله لا إله إلا الله الله يرحمه الله يغفر لهم إن شاء الله زيقتني أبوك لو تشوف أبو محمد إحنا معنا المقابر هني أحسن أحسن أراضي ماخذين تيبات وغمضة وفضغة وخدها وابخة واليادي أحسن أحسن بقعة في المنطقة هي مقبرة كود لا اله الا الله مقبره وين احمد نحن حوي سايرين احنا طالما قاعد سايرين بخاء بخاء ايه. ايوه هي مركز العاصمه يعني تعتبر عاصمه الشيخ فيها على الشيخ موجود فيها الحصون موجود فيها هي يعني الاسواق فيها صح. كل شيء فيها هناك الرئيسيه الرئيسيه هي بخاء هي بخاء ما شاء الله فات ابو محمد واكثر واكثر الناس فيها بعد سبحانه فيها كثافه سكانيه والله الحكومه ما مقصره طول الطريق طرق ابوي معبده ومرصوفه واناره والبنيه التحتيه من اروع ما يكون يلا يا رب تحافظ تحافظ السلطان قابوس وتحافظ ان شاء الله حكومته وتحافظ شعبه وتحافظ هالبلاد من كل شر وضر تدوم عليهم ان شاء الله الامن والامان وتسعدهم في بلادهم يا رب العالمين انتم اهلنا ودم ولحم من استوت الدنيا قبل البترول وقبل التطور قبل الدنيا كلها الله لا خلانا منك ولا هذه بخاء هاي مقول لكم هذا وهذا مين بخاء وسيده خصب اللي تشوفونه يوم اقول لكم ليه ييه عمان يومتي عمان كانك فاتح دفتر مرسم كانك داخل مرسم وتتفرج على خلجة الله سبحانه وتعالى بلا بلاد ناس مسلمين قال الله يحفظهم آمين يا الله يا رب تحفظكم إن شاء الله هاي المدينة داخل وهذا بحرهم وهاي الفرضة هناك هاي فرضة بخاء يا السلام سلم يا الله يمد بجله يطول بعمره ما زين لرملتكم يا أبوك بيضة بيضة انت مو ضاري بعد هي هذا حصن الشيخ روحه ما شاء الله بيت من هناك منو الشيخ فيها شيخ بخاء انا رويت صورته لا اله الا الله نحول هنا وين جايين هي الحين حصن من ايش شو مسوينا هذا يدس البحر داخل هذا دور يدور دور ما دال الحصن. ايه. ما شاء الله. قعد قبة شيخ شو قصة الطامورة هذه؟ طامورة هاي يعني واحد مسوي اجرام وايد يعني. مسوي جريمة. ايه لا. مصخة. مصخة. منو يمر ويعقهن يعق اللوادم هني؟ يده هذا الريال؟ يده. كم أمر وعقه في اللوادم في الطامورة؟ هاي الطامورة. لا إله إلا الله. ينزل لك من فوق والماي من فوق هو تحت. وما فضل عن إلا تحت يتم. والله هناك ما أدري عنه. ها
هاي خمس تنفاض ريالين ريال واحد مني هي ريال واحد مني ريال واحد مني واحد مني هي طلع الصيح صيخوه وقفلوا عليه سجن سجن جي. بس ياسين داخل هي مو بهني عاد شمسو هذا ها شيخنا في رحمه وين في رحمه صيخ كل شيخ عندهم كل شيخ لازم توجد عندهم هذي طبعا شنو يصير قيبة بيشرد هي ولا صدقه ايه. لين يصير لحد يتشون ويتوجهون عليه ورخصوا ما يتدخل جل ابو ايه ايه. واحد داخل واحد من لا اله الا الله لا اله الا الله حلو يا حلو بعد شيء سجن حلو يجيهم براد ها ها يجيهم براد يجيهم هي والله يدخل براد ايه ضريب براد سبحانك يا رب ما مقصرين رايفين بهم رحوم رحوم الشيخ لو بس ما بالطامورة وهالحديدة من الناس بخير أين الحين هاي الحصن روحه هي شوف انت ريايل الواحد عن عشرة اي والله هذا منو بان انه الحصن سليمان محمد المالك يده يد الريال هاي لين احنا وياه يد 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 لا يا وهاي راح تلقى فوق طازي سم فوق المطارزية فوق اي سوني سبلوك اي بسم الله الرحمن الرحيم برزة في المدخل هذا وين نحن تورا ظاهرين هاي ايش البرزة هناك في ستة هي في القيض لا برا خارج. في القيض خاري هي. عدته أيوة. وداخل هني في وقت الشتاء وهذه الطامورة هذه ابراهيم ما استويت وقت الطامورة لا عاد لو استويت وقت الطامورة والله اعلم ويت عندي يده الشيخ ما عقوله في الطامورة الا فوقي بعد هي بعد وين اصبر عنك انت تكون وياي هي نعم ما اصبر عنك انا ولا انا اصبر عنك وهاي هاي السكنة حين هني بلاهم خبايل يقول لك هذا يثور في هذا وهذا ينقع في هذا أقول الحين هذا بيت الشيخ روحه لا لا بيت الشيخ وهذا شو عيال هذا حصن حصن بس الغرفة هذي مو الوش هذا غرفة مش فيها الشيخ بعد هو لها غرفة يلسم هاي يلسم حجرتين عنده والله والعمارة واحد يسمون طابقين لنا خشوا هي يص روح يا حجدان شايفنا الحين هذا هاي زوية هاي زوية ما الأول أيوة عمان مسايين حلو لا يا رجال لك حلوة لا قال مثل ما العين هي نفس الشيء شوف يص ما الأول ما بسوه هي أشوفه هذه يص هاي في باب مني هذا هاي المربعات الغربية الشرجية ايه هاي الغربية يا الستيل له الشيخ ايوه كل هنس جون هاي لا لا اقول لك حق العسكر حق مطابي يسكن هو ما يسكن هنا يسكن عند بيت روحه بيت عود يعني منين عمارة بعد عندها ناحية الحانة ناحية العمارة طابقين برزة الشيخ عادة تكون قدام الحصن هاي البرزة مشاهد البحر هاي برزة القيض وفي الشتاء هاي البرزة هاي البرزة هني في الشتاء برزة الشيخ محمد بن أحمد المالك يده هذا الرجال يده هذا يده قول يا ابوي قابل دين يا هاي كلها الحصن هاك اللي فوق بعد هاك مال يدك يدك سليمان سليمان بن محمد بن مالك ما شاء الله اللي اسس الحصون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله طلع مبدا قبل الحصون ما تنترك هاي اللي فوق بعد يكون في عسكر حمايه البلد وحصن البحر اسمه الروس الروس حصن الروس بعد المسجد الاولي هذا مال الشيخ محمد بن احمد ونش بيت عداله بيت الشيخ روحه ونش السلطان قابوس الله يحفظه بنى هالمسجد
كان المسير المتحالك. صح. ليش ابو احمد طبيعي. منو سأل بيت هاي؟ منو ساكن فيها بخاء؟ ساكن هذا بخاء لا. منو عاد؟ منو من العرب؟ هورية؟ منو؟ هورية؟ هي هوريين في شحيين في في شحوح وظهوريين. اي نعم مخلوطين. ايوه. وهذا من اهل الجزر بعد شيء كمان. اي. ما شاء الله عود بخاء. لا باس فيه. ابو احمد هذا التراوي الشيخ. هذا المسيد اي والمزرعة هاي بيت من هني بين اخر بيت منو هذا؟ نص للشيخ محمد ونص للمشتوم المشتوم ناقله سعيد بن مشتوم اي ذا ارض لا اله الا الله هاي لا اطلع اكو شغل الحديقة المزرعة الود هذه اي بين الجبال هاك المزرعة وحدة نخل اي كذا مع الشيخ الحين منو لحينه؟ لفاطمة لحم سعيد للشيخ احمد بن سعيد اي تأمل ايوه المسجد هي بارد الرابط والعمارة لا بجيبات أكد ولد الشيخ الأوليات قدام لا إله إلا الله شو محمد شو محمد؟ محمد بن أحمد سليمان مالك هذا النخل واي حوطة جديد مالكير شوه مكسرة هاي كده حوطة وقت حوطة مالكير أيوة كده من دهورة حمد تأثير هو جاي ظهني كده يس من دهورة ما يمخيل هو مني أصلا الحين منو له؟ حق فاطمه ما بكله ها حق غياي شي فاطمه خدت المخيل هاي ومخيل في غمضه ايوه فاطمه منو فاطمه؟ فاطمه المشتوم ام الشيخ احمد بن سعيد الشيخ فاطمه بنت محمد بن احمد هي الشيخ احمد عمة الشيخ احمد بن سعيد لا احمد الشيخ احمد احمدنا هي ام الشيخ احمد بن سعيد تبي عمة هالريال شوف ويه الشيخ انا ويه نتست عقاله نتست عقال شيخ ام شيخ بعد والله بعدين جده شو حصن اليبل جده حصن اليبل هذا اللي فوق هذا اللي يكشف بخاء كلها يكشف بخاء كلها سموه حصن الا هو حصن يكشف ابوي الدين ياكلها يطالع ومكشف ومطل على بخا كامل لا اله الا الله سبحانك يا رب منظر في قمه في الجمال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قمه في الجمال اللهم لك الحمد نعم البادي انت وين من وين شو اسمك طلع من طلع. الامارات والله مليون ونعم دوم تون ولا اول مره لا انا ثاني ما انا رابع مره انا رابع. ثاني عيب عيبكم زينه ولا ما زينه زينه مبسوطين بتباتون ولا شو بتباتون اليوم زين اقول لك هذا من الرجال هذا خالي. ابو طلال وهذه البنيه صغيره جميله هذه هاي بنت خالتي والله هاي بتخطبها انت ولا لا لا ليش حبيك مجلوب انا بتاخذك بعد ما بهين يا هالدب بعد ما ان بعمرك ودك انت هالجميل الغاوي ما تبع على بعد ما يباها كان حد هين هاي شو هاي يجلس الشيخ يجلس يكشف منو من الشيوخ هني يجلس الشيخ محمد بن احمد سليمان المعالج اعطيني رباها هاي مخيل نص مني نسمى اشتم من سيدة وامام يا شاب اخي اظني هاي المزارع الاول الحب ولا؟ اي نعم في حق حب وحق مخيل ما عدد مخيل ما حيزقيه هذا ليه تحت ما شاء الله ما شاء الله صليبان كما زين هالمنطقة تبارك الرحمن اي والله نعم يكشف الدنيا كلها من المسجد ورايح هذا كله للشري شلال كله حصة ومشتوم كله من بيوتهم هني في شاس بعد في مخيل وفي كل شيء
في هالمكان. مرتاحتين عنا. لا والمسيد هذاك في القبة. المر 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 المر. أيوة. مسجد المر يسموه المر بن حريز. نعم أبو حصة. حصة بنت المر. هي أبوها أبوها بعدنا. وشنة هي نعم. شنة كده موجودة. حبون بخا أول زين بخا. سكتة. سبحان الله منطقة جميلة. يا ربي المعشر مكبرها. ريايل فيها ها؟ اي نعم. ريايل فيها. لهم الجنة لهم الجنة. الله يغفر لنا. ومحمد هذا شيء رمزي. هديته مقبولة. والسموح منك. السموح هذا مسموحي ما قصرت. ما عديناك ضيف، عديناك على البلد طبعا. نعم وانا ولدكم واخوكم وابوكم وخالكم. وشرفت يا ابو محمد. جزاك الله الجنة. زيارة طيبة. ان شاء الله عيوننا تتريى انتم تشرفونا تشريفكم وانت واللي من صوبكم محمد الحاضرين في البلد. جزاكم الله خير. وخصوصا هذا الصوب وانت جاي مع احد رموز البلد. الله يحفظك الشيخ احمد عبد الله. ونعم والله مليون يا مرحبا وشرفت يا محمد. شكرا لك حديث المغفور. يا مرحبا. انت اول بادي الحين انا في وين؟ في بخاطة العمرك. بيت منو هذا؟ بيت الشيخ سيف بن حمير. هذا الشيخ سيف بن حمير. نعم طال عمرك. نعم زين. وهذاك الرجال منو هاك الفنان؟ هذاك اخوه الشيخ سلطان بن حمير. والله مليون والنعم. وهذا الرجال بعد لي ها ولد عمنا بعد الشيخ حمد تبارك الرحمن. تبارك. وهالعيال هالبنيات بني هذه بنت سلطان. هذه بنته. وهالوليد الفنان بعد ولده. والله والنعم حمدان. وهالصغيرونه هاي مهر شيخه. والله وهذاك الفنان مالك ما شاء الله على اسامي الشيوخ. زين. وهاي لاك الجماعه اطال عمرك اربعتنا سعود بعد اخوهم ما شاء الله. نعم شيخ سعود. هذا فنان ما شاء الله. انا شفت واحد يا ابوك يعشي زين اول ما دخلت ترى هو تبارك الرحمن. هذا هي نعم هي يا الله بعد ما يعرفه معذب العذارة الاول في ابو ظبي ما شاء الله عليه. قربوا معنا. الله يطول بعمرك. قامت الجماعه ما قصروا. ذبيحه مشواي مقلى ذبيحه من غير المغط. ابوي نحن متغدين. متغدين. هالريال خطف ابنه عند وين ها عند هالفنان ها قدانا عند الريال ابو احمد. جزاكم الله خير. تعال حد يروح يتغدى وديتي. بحياتكم سمعتوا حد يتغدى وديتي؟ بسم الله. حباب الشيخه مهره. مهاري ايش حالك حبيبتي؟ اي صف انت مهره؟ ثاني. شو؟ ما شاء الله. أنا قلت شيفت وحدة في ألف لأن بحييتي شيخة هي شيخة شيفتها وحدة في أول باء طلعت في باء. أنا من شفتك قلت أبوي ما شاء الله عليك أنت أكيد في ألف. طلع الحمد لله صح. شاطرة ولا ترى أي وحدة في ألف واسمها هنونة وقذلتها فنانة وغاوية الدور في الصف الثاني في السيد الثاني صح ولا في السيد الأول أنت؟ في اي في الكراسي اكرسي انت اول اي افا تخمين خاطئ. ايش اسوي حبيبتي؟ اكرمكم الله مشكورين على حسن الضيافه بارك الله فيكم يدفع الشر والبلاء عنكم عن كل ما تحبون وتودون. ما زين الا سكنتكم ما زين الا مكانهم. حبيبتم هذا ميل السم صافج هليبة. كم الله مشكورين ما قصرتوا. هاي كلهم وبالجمعة اللي كنا عندهم عيال حياة الشيخ حمير عيال هالمكان اللي نحن عندهم. هاي الله يحفظكم. حين اسمها اليادي. هاي منطقة اليادي بيوت تراصة. هذا عدال هذا بمسايدها ومعاشرها بيوت الجديمة والجديدة. أنا ما تشوف المعاشرها وين ما تصير معشرة هي لأن مناطق أثرية قديمة من آلاف السنين لها عراقة قديمة فلذلك تلقط المقابر ماخذة أجمل المناطق. المقابر والمسايد ماخذة أجمل المناطق. وين ساري الحين؟ عند الشيخ حسن بن محمد محفوظ الخزرجي.
شيخ حسن من رجال العلم في المنطقة. شيخ حسن؟ شيخ حسن محمد محفوظ. شيخ بن حسن. ايه بن محمد محفوظ. زين شيخ حسن بن محمد بن محفوظ الخزرجي. ايه من رجال العلم. زين ما عليه الحين انت. ايه نعم. بنت خال انا وانت. انزين. بنشوف هذا الحين هالرجال انا اعرفه ولا ما اعرفه؟ ايه ما شاء الله. خلاص فهم. حالك خالد الخالدي ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. سمع سلام عليكم. وعليكم السلام. فك حالك. حارك شيخ. اهلا بالاخ العزيز الولد العزيز. فك حالك مساك بخير شو صحتك؟ والله مليون مرحبا بالشيخ. ايش حالك بن محفوظ؟ يا مرحبا. وينك انت؟ انا موجود. انت وين؟ انا والله قالوا لي بنوديك عند شيخ المشايخ. قلت والله مليون مليون من نعم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله. الله يحييك. حيا الله البركه. حياك الله يا شيخ. شوف الشباب صفه وين هو؟ انا احمد. احمد كيف حالك شيخ؟ خير. شو اخبارك؟ طب ما قلت ما شفناه. شو صحتك؟ شو صحتك؟ الحمد لله دائما الحمد لله بخير. لكن مبلول هذا مبلول ابراهيم توفيق. ما ابراهيم توفيق. ابراهيم توفيق هي من العين. وين الاسم هذا الاسم الكبير؟ ايش اسوي عاده؟ هذا اللي هذا الموجود. ها ما اسمعك صالح. وين ودنا؟ منو صالح؟ لا ماما ها راحوا جاي. راحوا جاي صالح. ها صالح ابوي جاي يتبع الريحه. هي على الريحه. ها يتبع الريحه اي مكان فيها ريحه. انت وين شايفينك ابو ظبي قبل؟ هي وحين جاي لنا انا لين بيتك لين عقر دارك. حياك بيتنا عزم داوه. مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا بالشيخ. يا مرحبا. والله مرحبا بك وسهلا. مستوي حلو الشيخ ما شاء الله عليه. حلو. كيف انزل شغلي انا هنا؟ وين عدنان؟ حليلي ما شاء الله ما شاء الله. تعرف هالرجال منو؟ ابراهيم توفيق. اسمه هي ابراهيم. يشتغل في جمارك في الامارات. شاب جامعي متخرج تو. متى متخرج ابراهيم؟ من اربع شهور. من اربع شهور متخرج من الجامعه جامعه البريمي. ما شاء الله. ايه شو اختصاصك ابراهيم؟ اختصاص قانون. اختصاص قانون. ان شاء الله تفيد وتفاد منك الناس ان شاء الله. ان شاء الله وسهلا. حي البركه كلكم بركات. اللي فوق منو له؟ ما اعرف وين بس اعرف كذا. الشيخ عبد الرحمن يقصد. الشاي ابو اللحيه. هي ما حد في لحيه غير الشيخ عبد الرحمن العود. هي رحمه الله ولا تحاتيها بعد مثله صورته بعد. هي وذنك ثلاثه الا ما تزلين الجم يعني. هي نعم. واحد اثنين ثلاثة. الأولي منهم شيخ أحمد بن إبراهيم أبو محمد عبد الجليل شيخ صاحب فاضل بطلق. هذا والكوت. لا 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 هناك فاضل. أيوة عرفتوه أبو الشيخ عبد الرحمن. شيخ أحمد. شيخ أحمد. شيخ أحمد والميوني اللي بالوسط. ايه؟ ودعمه شيخ زكريا. نعم. مال الجزيرة أبو الشيخ محمد. نعم. بن شيخ زكريا بعد. نعم. والثالث ثالث ثلاثة. ثلاثة بس ها؟ ثلاثة خلصت. ثلاثة خلصت. شيخ أحمد. شيخ عبد الرحمن. مو عبد. شيخ عبد الرحمن. نور الدنيا. علماء. أجلاء. سبحان الله. أنت عالم جليل. أنت كم صنعت؟ أحيد عندك كتاب اسمه مفتاح. شو اسمه؟ مفاتيح الحضور. مفاتيح. عندي. أصل. نعم تعطني هدية. يا أخي هلفوني. أم جاني من الوزارة. إيه. نعم. عندك ندور هذا مفاتيح الحضور والقول المنظم في معرفة علماء مسندم. يا سلام. كلهم مكتوب فيهم. يا سلام. كان يقول هذا ما حد طلع على مستوي. إيه نعم. ده القريعة. ما شاء الله عليه. يده ولا أبوه؟ أبوه عبد الله سلطان. عبد الله بن عبد الله بن محمد عادل. إيه. اسم الكامل عبد الله بن محمد سلطان لقب. هي محط على جدينا اهله او اخواله وجدت الامه.
ابو امه. ابو امه. هي عبد الله سلطان. عبد الله سلطان. نعم. ونعم. سبعة نعم. من الرجال البارزين. نعم. نعم. الا مقابلنا. منو شو اسمه؟ شيخ احمد بن حسن الخزرجي. شيخ علم من اعلام الفقه والدين في دبي. هو اللي نعم قاضي نعم. القضاء هذا القضاء نعم صحيح وهذا ولده هذا ابن محمد الخزرجي نعم 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 وزير الأوقاف وزير الأوقاف إيه إيه وزير الأوقاف هذا منو حين هذا أبوه أبوه الشيخ حسن هذا أبو الشيخ حسن اللي نحن الحين في بيته محمد بن محفوظ هذا الشيخ خليفة الشيخ السرور أظني هذا عليه شرفة لا إله إلا الله في مقدم هالصورة سبحانك يا رب سبحانك يا رب علهم الجنة تحس ان عبق التاريخ عبق التاريخ التاريخ كله موجود عندك التاريخ الدنيا كلها عندك انت الكون الكون لا فن وفيزرن عندك هذا الوالد لا اله الا الله وهذا انت الله يحل سلمك يا انا واحد من احمد بن احمد مري ابن احمد روح رخصنا يا بن محفوظ ما يعرفونه بن محفوظ شيخ بن ترخص شيخ جابوا له ولد وسماه محمد محمد بن احمد ان شاء الله نفس الجد ونعم اي نعم زين بن محفوظ ابوي ونعم أبوي. ما نسأله ان تبقون حقوق هالرجال هاي تابعني بعد هني من في عمان التابع كيف أنت في أمريكا موجود؟ لا إله ما شاء الله عليك. أنت تقول لك في لندن وش اسمه؟ هي والله. وأنت وياك تخاشمون أقول له من الرجال يخاشمك هذا خالد الخالدي. سبحان الله. واليوم الله راد ولجيناك. أنت شيبك على غمضة؟ شيب شيب بلاده؟ اليادي. في اليادي. اليادي هذا أنت فيها. زين إحنا طريناها اليادي؟ لا لا ما قريته. لا طريناها من الصبح طارينها. لا لا هذا مال البارحة علي ايش حالك يا مرحبا كيف حالك هلا يا مرحبا يا هلا مرحبا لا ليش ليش يلبقونك احمد الصغير شو السبب والله شو اسوي ايش اقول لك هذا يدنا وان كان نجار وموجودين في لما ينشرون كان اكثر من واحد اسمه احمد جدي الجد كان اكثر من واحد فلما هو كان اصغر واحد فلما يزقروه يزقروه احمد الصغير وسار عليه وسار عليه الى يوم الدين لا نحن نحن في شيء من البقع هذه الحين نحن في الجادي احنا نحن في اليادي منو يقيض الاول عندكم اول ايه اول ما شاء الله قوم وايد خلق الله قوم بن ضبوي لازالوا لازالوا لغايه اليوم ما شاء الله قوم بن مطر بن لاحج بن ضبوي لهم املاك هي وقوم مطر بن لاحج وقوم بن دسمال كلهم يقيضون عبد الله بن دسمال وبن بطيم بشر وعبد الله بن خليفة شو اسمه عبد العزيز ربيع من ابو ظبي والشيخ احمد بن حسن اللي هو هذا و شو اسمه خليفة بن سلوم شو يميز سكنتكم هذه انتم هني طبعا كثرة الماي لو وفرت مية الحلو لأن الطويان كانت على البحر سبحان الله هي نعم والنخل والنخل طبعا في الجادي أول كلها حلوة والحيضان باردة شو شيء رطب غريب عندكم شو مرطب غير الخنيزي والنغال والخصاب هذا هو الرطب الغريب ما عندنا هذه النخلة الأولية الرئيسية الأولية اللي هي قش حبش قش حبش قش حبش هذا مال التمر هي مال التمر هي نعم والخنازي بعد التمر والخرايف سبحان والخرايف الانغال والميزناج وقاش سطوح وقج النور والخنازي وبمسلي وما اعرف والله الصلاني ما يستوي عندكم صلاني بلا موجود والله اي نعم موجود ايوه موجود صلاني ايوه النخله اللي تطيح ما لها فسايل سبحان الله هذه المشكله ما لها فسايل
الحين كثير من النخل عندنا من النخيل بدأت تنقرض وما لها فسائل. سبحان الله. يعني ماشية بالانقراض وما لها فسائل، لأن الحين دخل الخلاص والفرض ونبوت سيف ومع والسكري وهذه الأشياء والشيشي وهذه النخيل اللي ما كانت موجودة عندنا أول، هذه النخيل غريبة بالنسبة لنا. نعم. نعم. لأن هذه الحين قاموا يجيبوها من السعودية ويجيبوها من عمان، وعمان الداخل فيها هذه النوايع، لكن هني ما شيء. سبحان الله. هنا فنخيل هني ما يعني معروفة ومعدودة، يمكن بحدود 50-60 صنف هذا الموجود هني. الحمد لله على كل. وهذا طال عمرك. مرحبا. ذاك اليوم في لندن فظهر لنا حقق الأمنية والعزيمة. أنا يا أبوك أنا الدعوة. أنا اللي فرحت به. يستاهل. حقق الدعوة. الشيخ أحمدي على الله يحفظه ما يقصر. نعم. دعانا ونحن استجبنا للدعوة. نعم. حتى أنا كتبت له أقول له دعيه أي، فقال لا دعينا. إيه نعم صدقه. نعم. ونحن فرحانين نحن نشوف الشيخ بن محفوظ ما شاء الله عليه. ما شاء الله. غادي فنان الشيخ. نعم. حلو. حلو غادي زاهي عليه اللون الأبيض. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. هذا كتاب جزمة لا. بيقرب الليل. جديد. آه. الجديد الشباب الجديد وما شف عطني الأول كتاب المفتاح مفاتيح الحضور. مفتاح الحضور. مفاتيح الحضور الحضور وحين المفاتيح شو الحين ها اي وين شو لا لا احنا بكبري عندك اي نعم فضغه وخصب إيه. ما قلت اليادي ما قلت اليادي تو ولا قلت بخا الحين قلنا بخا وقلنا اليادي كلهم طريناهم وين الكتاب هذا كتاب ايوه القول المنظوم في معرفه علماء محافظه مسندم سلطنه عمان هنا القول المنظم في معرفتي علماء محافظة مسندم سلطنة عمان تأليف خادم العلم المحفوظ حسن بن الشيخ محمد بن محفوظ آل الشيخ حسن الخزرجي والله مليون والنعم يا الشيخ مليون والنعم هديتنا مقبولة يعني الله يحفظك يبارك فيه إيه. الشيخ أحمد واحد حقي أنا لا لا ما أعطاه يعطي بس الحلوين هو راح بيقسمها ويقول خلاصها تبي يجيبوا لي غير حق منو هذا الولد ايوه مشكور ابو جزاك الله خير يلا مع السلامه يا شيخ اكرمك الله مع السلامه طب احبك عاد انا يا احمد مع السلامة شيخ أنه عالمون كأنك مع السلامة يا شيخ أكرمك الله بارك الله فيكم هذا بيت أحمد الشيخ نعم هذا اللي تشوفوه السلام عليكم الحين الله يحفظكم مشتلين سارين بيت ريال هذا حليلة خالد الخالدي يعرفون رب الله خالد الخالدي ما شاء الله عليه اكو اعطيه فرخه خالد الخالدي خالد الخالدي اقول كم ريال هذا فقير ها ندوكم ها انا ابو اقول كم دعنا ريال بعد على فنديال قهوه حاولنا نتقدر قلنا له لوح قال له حتى عند ويه الباب يتريونكم اللهب شو بنسوي شو بنسوي شو بنسوي شو بنسوي ما باليد حيلة بيظلم الوقت نحن بنوصل شوي قدام بعدها هني يلسة بعد عازمين على القهوة شوف ما شاء الله تبارك الرحمن بيت أبوي مشاهد الشارع هالجماعة عازمين نحن عارفين يا قهوة هالمكان الزين يا ولد يا خلونا انت رخصونا خلونا نتوكل على الله احنا هالجماعة ما شاء الله وايدين ما نعرف ولا اسم حد منهم الله يحفظهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا ربي بعد فوايل اكيد نبيعها مسويه
يا ربي بعد لحم يا عيال الحلال يا عيال الحلال. هذا تشوف الخبز حينة هذا هو صفاع لو غيره ها ها هذا صفاع ها هو هذا صفاع لكان من الحجم الصغير. أبوي ما حبي يروم ياكل دخيل والديك أي خبيصة لا خبيصة ولا مرخيصة أبطول نبت الطرطر. بعد يومين أي بعد أيلس يومين بنفجر أنا أبو ما زين يبكم من الخبز ويا الدبس. يا الله غني علي أنا ما فهمت ولا كلمة. شو تقول لي؟ من عمان ياي؟ ما شاء الله عليك على الله يحفظك. العين العين فوق الراس انت وهالعمان كلكم. محمد فاروق منو؟ ما ادري الله يخبرك الجادي واليادي. يلا هي هي الشاعر وينه؟ قول لي مالي ما غيرني يا شباب هذا يشربوا شاي. مشكورين اكرمكم الله طال عماركم وعشر والبلع عنكم مشكورين. شكرا على حسن الاستقبال بارك الله فيك. ويلا فيا ابو محمد ايش بنسوي ايش بنسوي؟ تبوي مال واحد يسكن عندكم ما بيه يزوركم. ما زين الا بيتكم ما زين الا سكنتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. يقولون حي الله من زار وخفى نحن فلذلك زيارتنا كانت خفيفة لكن أنتوا ثقلتوا على عماركم. جزاكم الله خير مشكورين مشكورين. وين لاجنكم أنا؟ وين لاجنك؟ تعال ياي تعال وين مصور وياي؟ تعال شفار سويت شغل التشفيرة وين بعرف له وخلارك عيونك أنت؟ وين متلاجين؟ في المهرجان. مهرجان الشيخ زايد للتراث. أيوة سبحان الله. محتفظ به الفيديو. يلا سلموا على أهلكم. أكرمكم الله مشكورين. محبوين إحنا نمشي لقطنا شيء مخيمات ها. مثل كربانات على البحر وما أدري كيف. شفنا هذا ها. المرابع لبيع وتأجير الكربانات. أتوقع أن هذا مشروع. يمكن أنه مشروع تأجير ولا شيء من هالقبيل ولا ناس ولا كشات. أنت خبر عنه وبرد عليكم الأخبار إذا أنه حق العرب تستفيد مني. يعني أول ما تدخل حدود عمان 12 كيلو على الجهة البحرية هذه والجو يسوى ويستاهل العنوة. يا زين من مكان هادي هاك الجو اللي الجو روحه يسوى لساوية. هذا شو اسمك انت؟ عمرو. هذا شركة مال الأجار ولا شو هذا هني؟ شركة المرابع. ها؟ شركة المرابع تأجير الكربونات. تأجير مال من؟ منو ماله هذا؟ من الناس انا مدير مسك مسؤول عن الشركة. شو التأجير؟ شو تأجرون انتو؟ والله احنا بنأجر حزق عندنا كربونات خيام كربونات بغرفة وعندنا خيام وعندنا مطارات وعندنا حمامات خارجية. يعني هذا سنابل الحين؟ هذا سامبل ولا شو؟ ها دول يعني هذا عبارة عن شو؟ عن سامبل. عبارة غرفة ولا غرفتين هذه؟ يعني هذه عندك كده دي غرفة واحدة فيها الحمام وفيها المكيف مجهزة نفس تجهيز الفنادق. وهذه؟ وهذه غرفة برضو لكن أوسع شوية. هذه الغرفتين. غرفتين. هذه الغرفتين. تمام دي فيها مكيفين ونزل عندك دي مظلات وخيام. توفر فيها كل حاجة. توفر فيها تلفزيون وتوفر فيها يعني فيها سريرين وسرير كبير الكبيرة دي. نقدر ندخل واحد والحمام. اه تفضل. عمرو عمرو عندكم رقم تليفون ولا؟ عندنا رقم. عطنا رقم تليفون حق اللي اذا حد بيجي يقدر يتصل. منو بيرد عليهم؟ انا برد عليهم. اكيد ما تقول نايم ولا شيء؟ لا لا تفضل. زين هذا لك بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابوي اول ما تدخل الكربان الكبير. الكربان العودة شبريتين شبريتين مغسلهم ثلاجة حمام مشترك بعد المعجون. شوف انت ماستر روم الغرفة وبينهن الباب. هذا بينهم الباب كل غرفة بالمكيف مرة.
مطلبي على البحر. واللي بيستاجر استاجر كرفانة هذه يعني، ولا استاجر يقدر ياخذ ثنتين يقدر ياخذ ثلاث؟ يقدر ياخذ كل وعيز، لكن يفضل حجز قبلها يعني. عندي ضغط وكل. انتوا اللي تأجرون تأجرون الكرفان هذا؟ نأجر الكرفان وبنأجر الخيم تبعنا برضو. كم خيمة عندكم؟ عندنا كمية يعني، متوفر كل الكميات. حتى لو 10 خيام؟ موجودين. والله موجودين. يعني اللي بيتصل فيك يبغي مثلا 10 كرفانات من شو اسمك انت؟ عمر. انت طالعني الحين؟ اه اكيد. زين عمرو حبيبي الحين زين، هاي حل كرفان فيها غرفتين، انا الحين متصل ابغي 10 غرف فيها كرفان كرفانتين. متوفرين ان شاء الله. اكيد اكيد طبعا، شركه كبيره يعني، وعندي عمال مختصه بتتابع كل حاجه على مدار ال 24 ساعه. اوفر لهم حطب، اكلات، كل حد بيطلب مثلا بوفيهات شوي او كده بجيب ناس تطبخ لهم او كده. والله اه، وعندي بنطلعهم رحلات بحريه لو عايزين غدا على الطرادات او كده، وعندي ايجارات للكاياك، عندي كاياك برضو. سبحان الله. وهذا كل اللي يمكن تتصلون تقدرون. هو ده افضل مكان يعني، افضل مكان مناسب لهذه، كله بيفضله يعني. انا شغلي كله في المنطقه دي يعني، هذه المنطقه كلها. يعني في مره مشى عندكم يعني في اكثر كميه استاجرت عندك كم؟ اه عمر بيجي لي ساعات ناس بتاخد 9 كرفانات باليومين والثلاثه، و السعر هذا السعر كم هاي الليله؟ هذا سعره بالليله 900 درهم. وهذا وهذول الصغار اللي هم الغرفه دول سعرهم 500 درهم بالليله. الحمد لله السعر زين، مش وايد غالي يعني. السعر زين يعني، ومجهزين زي ما انت شفت كده يعني، تجهيز يعني زين. بارك الحمد لله، بتبسط يعني كل العوائل تبعهم. مشكور مشكور يا عم، مشكور، بارك الله فيك. وين تليفونكم هذا؟ وانت بترد عليهم عمرو؟ اه مشكور يا حق عمرو. حب بعد عزل، لا تعال شوف الكرفان هذا. لا شوف ده، بسم الله الرحمن الرحيم. هي الغرفه، هاي غرفه واحده. شبريتين، حمام، مكيف، تلفزيون. والله شيء جميل يا عمرو. الله يخليك. نعم والله قسم بالله ما امزح معك. اه عارف والله، كله بيتبسط يعني. اي والله كله يعني بيبقى مبسوط جدا، ذات العوائل يعني. شباب بيجوا كثير. شيء جميل عمرو. العوائل اذا حد ين عوائل مثلا عائلتين ثلاث كله ببند لهم عشان بيبقى مكان خصوصي يعني. هي. كيف تبند لهم؟ ببند ساعات بالكرفانات، اما عندي حجابات ببند بيها. اه شيء حياب. اه الكرفان بحطهم لو كميه مثلا على حرف اليوم. اه مربع مقفول عليهم كده، وعندي حجابات كده يعني. جزاك الله خير، الله يستر عليك. بس عندنا وين ما شيء كرت؟ الكرت كرت الرقم مالكم. ها كروت عندي كروت. ها بس شوف هذا. لا بس علي يا عمرو بس. يلا ده نظام غرفة واحدة عند الفردين كذا مثلا. ها والله فنان بعد، والله كلهم فنانات عشان تبقى الصدق. وين رقمكم؟ كرت الكرت وين؟ المكان قمة وروعة، ما يختلف على ذلك اثنان. مكان جميل في منتهى الروعة. قيض ولا اشتاء؟ قيض ولا اشتاء؟ ليه بيي؟ ترى ابوي مكان زاهب، وقربك البلاد، وقربك الدكاكين، والمحافظات كمحافظة مسندم، منطقة في منتهى الروعة. بر بحر يبل، ما ينقص أولها من آخرها، فنادقها ودنياها وقراها. وعمر باشا موجود في الخدمة من أول يا عم عمر. وين رقمك؟ هالمنطقة يسمونها الجري. شوف الجري عاد من عقب، وهذا سوق السمك مالها. الحين تبتدي عدل المرتفعات، هذا الحين تبتدي وانت ساير لين خصب. وانت ساير هذا اول مرتفع حين يجيك، وانت ساير على حين تبتدي تعلى عن مستوى البحر، حين تمساوي البحر حين خلاص. وانت ساير وانت ساير شديت انا الشارع هذا قبل ما يسوون نقار، كان كتش
كان كتشاك الايام. سلطنه عمان محافظه بسندم ولايه خصب ترحب بكم. والله مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا بكم. وني بخير؟ هاي طلع معك الحرف. زين والحرف؟ قلت لك بتراولنا الحرف. وديتنا عند وادر. ما قدرت. ما تفتك منهم طال عمرك. والأخير ما قدرت. ما له. تدخلون بتقهوة وروح. تفضل 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 تفضل. يلا طوفوا طوفوا. والله هاي مصيبة. أنت الحين بتهازم تخاف من الدنيا هاي كلها. شو أسوي طال؟ ما خبرتني. زين شو اسوي؟ انا بعدهم قال لي نترياك، توقعتهم على الشارع. لا حول ولا قوه. عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله طال عمرك. نحن في وين الحين؟ ايش اسم المطغى؟ في الحرف الحين. الحرف؟ ايه. شو سالفه راس الشيخ مسعود؟ راس الشيخ مسعود هي سيفه صغيره. نعم. والله يسلمك فيها مقبره. هي. وهذه المقبره يقولوا عنها السابقين بانه اغلبيتهم من البحر، يعني اللي غرقوا في البحر وكذي. لانه لا ثو إيه. لا ثو دفنوهم. لا ثو. وفيهم فيه من اهل البلد موجودين بعد. نعم. موجودين. نعم. وفيه قبر على شكل كذي مبناي تراث قديم يعني هو. هي. وفيه مسجد. هي. هذا يزوروه الناس ايام زمان، يعني ايام الجاهليه. يجون من الهند. من الهند؟ اي من الهند. هذا السفن الكبيرة هذه اللي كانت تروح لدبي وترجع. نعم. الهنود هذين ينزلوا ويسوون فاتحة وكذي ويتوكلوا على الله. شوف انت. ايه. ويجون بعد زوار من دبي ويجون حتى من قطر. عرف اغنية الاول. ايه. يقول سلام عليكم يا نبي صالح. يه. انت حلو والبحر مالح. ما شاء. هل هذه في المكان هذا؟ لا ما هذا هي. ما في؟ لا. هاي اغنية قنوة هالبحرين الاول. ايه. هل تقصد تتوقع عن هالمكان ولا لا؟ لا ما عن هالمكان. النبي صالح لا غير. ايه. هنا هذا راس الشيخ مسعود. مسعود وانا قلت صالح. ايه. شوف انت. يا الله يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيكم. كلفتوا على اعماركم والله. لا خلانا منكم ولا من هاليمعة. لا ابو علي جيبوا الفلة مستاجرني تروح. جيبوا الفلة. منو يقيض الاول عندكم؟ يجينا اول خليفه من سلوم هو اللي عنده اللنش. نعم. ليش الحضار كانوا يسموهم الحضار يجيبون من دبي. هي. الين خصب ومن ذم خصب الى دبي مره ثانيه. نعم. وفي قوم سليمه كانت معنا وحده هذه يقرب لها من لو تسمع اسمه خادم سرور اللي قاد شرطه دبي اول. هي هي هذه تقرب لها هذه خادم مال الفنون الشعبيه. هي نعم هي نعم نعم هي هو هي هي تقرب له هذه. في حق كثير اوائل يعني يقيدون معنا. تعرف محمد انت تعرف واحد هنا اللي يقيدون معنا قوم القلاف اللي الحين في دبي تخيلهم واملاكهم هنا موجود. سبحان الله سبحان الله. وفي كثير عندنا جزاويين بعد اللي في دبي الحين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحين بلاد وحده الامارات وعمان نفس الشيء. دم ولحم ونسب. نعم. تربط بيننا وبينهم روابط اسريه. نعم. وعلاقات. نعم. من الاف ذلك ما تلقط بيت يخلو من نسب او لا لا من لا. او من كنا اهل. هي يا يا خوال يا عمام يا نسب. نحن كنا قبل يعني حتى في السبعين لاخر 75 نروح راس الخيمه ونرجع من راس الخيمه بدون جواز سبحان بدون الله. بطاقه بدون كذا. الحين صارت مراكز الحدود وهذا الحمد لله. هذا عاد شيء واجب. هذا هذا شيء لا بد منه يعني. هذا قوانين قوانين. الله يحفظكم ان شاء الله يبارك فيكم. مشكورين على حسن الضيافه. هاي اسمها الحرف. هاي حرف قبي. ها حرف راس قبي. ها حرف راس قبي. شو تختلف هاي عن غيرها؟ والله تختلف. شو الاختلاف؟ كلها ترى مناطق. نعم. لكن هني الناس تم مكانها جت الكهرباء وجاي الماي متواجدين على طول اصحاب منطقه هني. ما يصيرون يردون. لا اول كانوا هني في شتاء. يخلص في شتاء بعدين يروحوا يقعدوا في خصب. نعم. وفي قدا. نعم. وفي منطقه تحت هني في حنا. نعم. ايه. المنطقه هذه كلها. حرف راس قبي. ما شاء الله. في مناطق تابعة للحرف. في طالة، في عيدة، راس الشيخ مسعود، طب سالم، حنا. ها كله تابع حقكم. كله تابع للحرف. نعم. وكانوا قبل نفس الشيء. الشتاء هني. الشتوني. الشتاء هني وتقيض في خصب وحنا وقدا.
ومن بعدين تنتقل بعد من 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 خصب تجي الى عيد المناطق البحريه اللي هي عيده وطاله وهذه المناطق اسمها سبحان الله. ابو خميس الحمد لله. كيف حالك؟ يلا اشوفك. كيف انت؟ الحمد لله. مرحبا ابو خميس. مرحبا مرحبا. كل سنه فيك. شو بالخشب الاول الطابج عندكم انتم هي؟ خشب مياديف بس طلايه. والله طلع يقر أول بس اللي هالنمونة ما شيء أبوام ولا شيء لا لا أبوام محامل كبيرة عندنا شرع بس شحوف وشراء وهذا وحيف وهذا نمشي يقيد وهذا الشراء والمحامل الكبار عند رأس الخيمة. أيوة عند رأس الخيمة. شو أساميهن خشبها الرأس ما نعرف رأس الخيمة نواخذ كبيرين ويسافرون الهند ونافرون كل مكان يمشون. اي ما شاء الله على هالراس الخيمه هو امير كبار لا لا راس الخيمه زينين قرن هني. اي ما شاء الله عليه هو امير فلوس فلوس يوم يقول ما تنقز الا السمين الراس الخيمه نبولهم هالخير من استويت الدنيا. اول محمد بن احمد محمد بن احمد حق صحيح شيخ محمد يسافرون بها نواخذها سلام حمال. عندك بالحسامي اللي الاول كانوا يقيضون عندكم في حرب؟ لا ما حد كنا نجي بس في خصب نقيض بخصب كنا هني بخصب. لا منو من هالامارات يقيض في خصب يقيضوا بخصب وعندنا يعني من ندبه يقولنا من راس الخيم يقولنا كنا يعني يقيضون يمشون يعني القيض يجون للبراد يجون للماء يجون للهمه للرطب. بلادكم كلها خير هذا هو بلادكم كلها خير وانتم هالخير وهالكرم الناس تيكم من اول الزمان وتلايا الحمد لله. صحيح انتوا ناس منصايف بيوتكم طلقه للاولي والتالي كنا اللي نقول من يوم الدنيا مارك. الدنيا صح اللهم لك الحمد الله لا فرقنا الحمد لله. يلا ابوي يلا قم يا ربي شوف الصور طباخك بالانستغرام بس طباخ الانستغرام ابوي انا ما رم على طباخكم انتم ابو طبطونا بتطرطر من الحين اربع مرات اليوم متغدين اربع مرات كان شيء وادم يتغدون اربع مرات نحن اربع ايام ها اربع شهور ما يهضم اللي كلناه. شو اسمح لنا هذا خمس سواع اللي يطرون سواع وسواع وسواع هذا خمس سواع اللي مشهورين فيها الحرف هالحرف الحرف بس الحرف هالحرف هالبق علينا نحن فيها تتميز ابوي بهالخبز. يا ربي تبارك الرحمن يا ابوك من عندك ابراهيم صلح بيتكم قول لهم لا يزهبون العشاء لا طالع برك العشاء مستوي العشاء وين ما يبال مكان ما يبال مكان اي لذة شوي يا رجال. منو عندكم في كندا يدرس؟ منو عندك يدرس في كندا؟ عندي بنتي. ايه الله ييسر امورها ان شاء الله دكتورة ما شاء الله ما طب. شاء الله الحين هالجماعة منو هذا رجال منو هذا هذا إيه هذا من الحرب ولد عمتي هذا زين وهذا وهذا بعد بن عمي كلنا احنا اولاد عم هذول اللي شفناه هي كلنا اولاد عم نهل اهل الحرب كلنا ما شاء الله يا شاء الله الله يحفظكم من هذا وهذا من هذا وهذا جزاكم الله خير مشكورين مشكورين شكرا على حسن الاستضافه شكرا الله يغنيكم ويكثر من خيركم مشكورين انت رأي تشريفكم ان شاء الله لنا في ابو ظبي مرحبا مرحبا منطقه اسمها حرب لين احنا ظهرنا منها هاي هاي في النصيفه بين خصب من خصب لين حرف 13 كيلو ومن حرف لين مركز الحدود مال الامارات 13 كيلو ينصف بالنصيفه وهل يبال على ما تشوفون شيء يمينك وشيء يسارك البحر من يمينك من يسارك في نصهن هل يبال سبحان سبحانك يا رب شوفوا عليكم شوف المنظر شوف المنظر منظر بلد سياحي مدينة مسندم مدينة سياحية من الدرجة الأولى مدينة سياحية من الدرجة الأولى طبيعة وجبال وخضار حدائق وناس كرام يسوى النوم العين كني يالس في بلادي كني يالس في بلادي ما تقول أنا ياس في بلاد ثانية نعم ما تحس بغربة وانت بين هالعمان هالعمان ما تحس بغربة يعرفونك ولا ما يعرفونك ما تظهر ما تظهر إلا ماكل كرامك طرت فوق وقعت تحت ما تظهر إلا ماكل كرامك ناسنا كرام ويوال يحافظ عليها من دار يا سلام سلم ما شاء الله تبارك الرحمن ما
منطقة عليها رضوان من الله يبال شاهقة. شوف شوف الله عليك، شوف البحر ما زينة، منطقة تسوى نوم العين والله. يبوكم اللي ما يهل بقعة اسمينا خسران خسران، انتم خسران انتم خسران. منطقة جميلة عمان، ترى ما تنقصها، قارة قارة تبارك الرحمن. فالعذر والسموحة، العذر والسموحة من كل اللي بوي قدموا لي دعوة اني يضيفوني، وانا ما رمت ما رمت الحين في خلال هالثلاث ساعات اربع خمس بيوت اللي سرنا لهم والعشرات اللي تعدرناهم، ودي اني اتليهم بيت بيت اهل ودم ولحم، شاهد الله علي ولا نلقط الدورة منهم. لكن شو اسوي، ما شي وقت. قال انفخ يا شريم، قال ما هنا برطب، ما هنا برطب، وين بينفخ شريم، من وين الوقت، الوقت ما شي، وقت ما نايده الوقت ابدا، يخطف كلمح البصر. ولا والله يا ابوك ما ودك انك تفارجهم هالعمام من طيبهم، طيب والاخلاق والكرم واليود، الى الله يطرح فيهم البركه. المنطقه هذه اسمها موخي، هاي المنطقه اسمها موخي، تقريبا تكاد ان تكون داثره، فيها يمكن ثلاث بيوت لو بيتين، الباجيات يروهن شي فيهم مسيد في هاي المنطقه موخي، واللي عقب هالمنطقة يسمونها قدا. هذه موخي وهي قدا، هاي عبارة يعني فرضت موخي. شوفوا الله عليكم، هذه منطقة قدا، منطقة فريج تحت يبل مشاهد البحر، فريج تحت يبل مشاهد البحر، نخيلهم ها وراء. اي بلد تشوف فيها منطقه تشوف نخيلها عواوين، نخيلها عواوين، عرف انها هاي المنطقه من المناطق القديمه. طلع عليكم اللي انا اشوفه، شوف لي بال، شوف النخيل، هاي قدا، شوف المشروع هذا، اسمي اللي سوى هالمشروع انه ناجح ناجح ناجح. شوفوا شوف هالنخيل، اكيد شيء ما اكيد شيء مياها وشيء دنيا وشيء علم وشيء خبر، طالع ما شاء الله عليه محيي فاده اللي سوى هالمشروع. هذا فندق، هذا بيت، ما واحد ماخذ اربع حريم. شوف البيوت القديمه هني، شوف ابراهيم، شوف الله عليك، شوف ابراهيم، شوف البيوت، شوف السكنه، يا الله على تكاليف بيوت اليمن. شوف ما شاء الله تبارك الله، والله منطقة. شوفي هالكويت، شوفي هالامارات، شوفي هالبحرين، شوفي هالمملكة، شوفوا شوف الزين سائلين حينه، هي سائرة البلاد، ها بلاد بلاد ما شيء كبرها بلاد، اسميها بلاد فنانة يا الشيخ، فنانة هالبلاد، سبحان الله، يعلى الله يحفظك. خور اللي أول ما دخلنا يسمون خور قدا، خور قدا هذا وقت الشمل، وقت الهويات والسرايات يبندرن، شو المحامل والخشب الكبار والسفن التجارية والغاصة كلهم يبندرون هني في البقعة، لأنها بندر 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 بندر، لا هو لا همك الله، لا عندك لا إليك، مكان في منتهى الروعة، وهادي ما يجيل هو أبدا خور ترى. السلام عليكم، ايش حالكم شباب، مرحبا مرحبا، مشكورين مشكورين، الله يغنيكم. يلا حيل يا ربي، حليل ترى يوم قهاوي هم مساكين، ما بنسكر السيارة. هذا عاد يقول لك يوم يدفق الوادي، وادي 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 قدا، هذه الدنيا كلها مياها يصب كامل في البحر، ما تشوف نخيلهم ارتفعوا فوق وبنيانهم فوق بارتفع. تعال نحن وين حينه شيخ احمد، نحن وين؟ بيت المرحوم مسعود بن خماس. هي هذا الرجال منه، هذا ولد عبد الله وهذا خليفه، هذا خليفه وهذاك عبد الله، عبد الله ولد مسعود بن خماس بن زيدي. مشكورين مشكورين، تفضل.
عبد الله بن مسعود. مرحبا طال عمرك. مشكور حبيبي. فعليك طال عمرك. الله يخليك يطول بعمرك. ودك شواجب طال عمرك. الله يزيك خير ان شاء الله. نحن انبسطنا بشوفكم. الله يبارك. عبارة كأن جينا وتقهوينا وتغدينا. موجودك طال عمرك. يعل عمرك طويل. امين امين. تحياتي لكل الاسرة. سلموا على الاهل. امين امين. وجماع الكبار والصغار. يبلغ ان شاء الله يبلغ. بيت الامر ان شاء الله. امين ان شاء الله. موجودك. الله يسلمك ويحفظكم. يا مرحبا يا مرحبا. معنا خور قدا. هذا هذا خور قدا. وقت الهويات والدنيا اخر شاب كلنا نبوي بندر فيها الخور. ايه سبحانك يا رب. وصلنا الفندق حتى انا مسندم. مسوي له الترتيب. الترتيب ترتيب هو قوم احمد مسوينا. وين جاي هذا كله؟ هاي هديه من ام وايد. نعم. صاحبه محل حلا خصب. حلا خصب. حلا خصب. وهذا المحل باعتباره الاول من نوعه على مستوى محافظه مسندم. ما شاء الله. صراحه شاء الله. المحل على مستوى سواء في الحلويات مال هذا بانكيك فستق بانكيك كندر وهذاك بعد شو؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما خلي شيء ما بحطه لنا. ان شاء الله حينه كله كله عصاير ودنيا. يستاهل محمد يستاهل. جزاه الله خير مشكورة. اقول لكم راعية المشروع هذا مطرشه هذا عنوانها. هذا عنوانها ورقم تليفونها. ما بنخلي شيء ما بطرشت لنا. القهوة نمونتين وشي بعد حليب بالفستق وبستكانات فنايل هم حلاوة ثلاثة أربعة خمس نمونات. لا والله ثلاثة مني ومنات ثلاثة ومن اثنين وعصائر لا تم موهيتو ولا غير موهيتو. جزاها الله خير مشكورة هالبنية والله يرزقها إن شاء الله مشروعها إن شاء الله مشروع ناجح والله يعطيها على قد نياتها. أنا عاد أحم الفندق. وين سايرين الله يحفظكم؟ سايرين وين ودنا ابوي؟ بيت الشيخ احمد. ليش؟ عشاء ترياكم العشاء. بس نحن ابوي جايين الا نصرة. من يينا لين حينا. الكرم الكرم. يا غداية عشاي يا غداية عشاي. تزرة بطوننا يا ابوكم قلنا جيج مصرار. حد يتغدى؟ نحن تحرى وديتين الغداء. طلع ابوي الغداء اليوم اربع وديات. يعني يمكن مقبوله غداء وديتين. أربع وديات غداء وكل لحم حشي أبوك. لا الغداء الأولي مكس عيش وسمك وعيش ولحم. والثلاث الغديات اللي خلاف كلهن أبوي لحوم. يا ربي حشي أبوك. لا وحين بعد لحم صبر جميل باللحم المستعان. أخوك جاسم أبو عبد الرزاق. جاسم أبو عبد الرزاق. بكرة نحن وين بنسير الجدول؟ إن شاء الله. يا ليت لو بصوت عالي. إن شاء الله. باكر الصبح من الساعة 7 نتحرك من الفندق لخورني. نعم. خورني. من الفندق لخورني كم مدة؟ تقريبا يباله نص ساعة. زين، وصلنا خورني. وصلنا خورني. ننزل نركب اللنج. إيه. ونسير نتلي السيف سيف لين كمزار. من أول ما نطلع من خورني المناطق البحرية منطقة منطقة. نعم. لين ما نوصل كمزار، ننزل بكمزار. عاد على صلاة الظهر صلاة نعم. الجمعة نعم. نصلي صلاة الجمعة في كمزار نعم. وهناك يتريون بعد الجماعة كمازرة. الكمازرة نعم. وننزل وياهم شوية ويستقبلونا هناك إن شاء الله. وعقب بنخلص بنرجع على هالصوب. طبعا ندور على مسندم كامل نعم. بنخلص من كمزار بنتلي سيف إلين خصب. من كمزار إلى خيران بنخطف على الغبة. سلامة لولا سلامة أكيد. أيوة بنراويكم سلامة خاطف عليها. هي سلامة وبناتها وبنات. لأن هذه كل مرة أنت جبت الخروفة ما كملتها. لأن سلامة وبناتها جزر هناك عندنا. أنا بناتها ما أعرف فين. جزيرة سلامة وبناتها اثنين جزر بنات انتين. ها انتين. إيه وبنت لي سيف السيف وبنت لي خيران وعقب جزيرة أم الغنم. نعم. غب علي قبل غب علي شيصة. لا ما شيصة قبل هذه. إيه.
عقب بنت لي الى بنوصل غرم. نعم غرم. وبعدين قبة. اي نعم. وبعدين غب علي. اي. وبعدين ندخل خورشم. اي. ندخل خورشم عند جزيرة التلغراف. ايوه. اي نعم. بنتغدى في التلغراف. عند التلغراف هناك جزيرة التلغراف نتغدى. شو هي جزيرة التلغراف؟ هاي جزيرة التلغراف كان أول من تقريباً 1600 وشيء. هاي كانت الإنجليز كانوا الإنجليز محطين فيها تلغراف. تلغراف وموصلين الكيبلات من هاي الجزيرة للهند ومن الهند لين الصوب الثاني إلى بريطانيا. شوف أنت. هي. والخليج داخل الخليج. شوف أنت. هنا. فهاي يسموها جزيرة. وين لابن موها الوادي هكثر؟ ليش هكثر سيائير؟ هاي استقبال الأخبار. يا ربي يا أخي شغلة. أبو محمد طال عمرك أنت لبيت الدواء. زين ما عليك طال عمرك هكثر زحمة. تستاهل طال عمرك أكثر من هذا. شيء بسيط. زحمة. وعليك طال عمرك. يا العمر الطويل. نعم. شرفنا بشوفت الجماعة اللي وياك. شيخ أحمد. نعم طال عمرك. خبرني عرفني بالجماعة هاي كلهم. اول هذاك باللحية اللي هناك هذا باللحية فغلد افتر شوي ايوه هذا اسمه فيصل فيصل والنعم فيصل واللي بعد طال عمرك سعيد بن الجيلح نزيل وهذا اسمه جاسم نزيل وهذا اسمه عبد الله بن مسعود خماس هي وهذا اخوه والله والنعم مانع وهذا محمد التخة الخنزوري والنعم هذا علي مريان ما شاء الله شيخ محمد الكمالي والله مليون والنعم نزيل وهذا اصبر ايوه الرشيد زيد الخنزوري مرحبا وهذا خالد بن ملاح الحرفي والله والنعم سعيد الخنزوري أيوة وهاي الأكثر إيه ظهرتنا ما حد ما في إحداث نزيل افتروا شغل أيوة هذاك والسفرة البيع الحمراء سعيد افتر أيوة هذاك طال عمرك الياس محمد ظهوري بن علات والنعم وهذا سعيد الخنزوري نعم ومنصور الخنزوري المر بن حمود بن راشد والنعم وأحمد عند احمد بن صالح احمد بن محمد صالح ايوه وهذاك بعد محمد ملاح اي وهذاك صهيب صهيب بن سلطان ايمن وهذاك جمهوريه مصر كبرها اقدع ناس هيثم استاذ هيثم هيثم اي نعم وهذا بعد علي بن صخر زين زين هالرجال اشوف دمته مختلفه عند امك هذا اي هذا طال عمرك من اليبال من يبالي اي نعم من يبال الخنزور وهذا اخوه وين محمد هذا اخوه محمد ما شاء الله هذا نعم والله مرحبا بك سهل عيوننا تيجي وهذا بعد اخوه ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك الله يبارك فيك حافظ سالم هذا سالم والله والنعم والنعم نعم رحم الله عليك الدنيا والله طال عمرك هذا كرامتكم ولا بعد ما اقول كرامتكم اقول جزء بسيط من كرامتكم تستاهلوا اكثر حين انت تدريبنا نحن لبطون مزرعه كيف بعد ناكل ما اهم شيء اللي تاكل لو اللي تقدر عليه والباقي طال عمرك فات ولا عنك ان شاء الله عنكم نزيد من وين في مصر عادته القليوبيه بنها بنها ايوه بنها العسل بنها العسل ما شاء الله عليك يا مرحبا كم ليك هني في خصر 8 سنوات قبلها وين رحت مصر بس من مصر سيدة على خصب أيوة. لقيت مصر لقيت خصب قريبة من اسكندرية شوية ولا فرق لا هنا جو تاني صراحة جميلة يعني. ما تقول انت في الـ في الـ في العالم العربي يعني اصلا والله صراحة مرتاح جدا الناس هنا طيبة خلك من الناس الناس تشهد لهم الرب والعرب البلاد البلاد جميلة البلاد يا رجل غير نمونة تبارك الرحمن يعني شيء مذهل سياحة أماكن خلابة صراحة هي مناظر طبيعية وشق الطرق البنية التحتية وايد جميلة توسعة الطرق وما شاء الله العمران شغال فيها ليل بنهار الحمد لله هاي روح نعمة من الله سبحانه الحمد وتعالى ترى قليل من البلدان المجاورة تلقط فيها النهضة العمرانية هذه أيوة. الله يديم عليها الخير ما خبرتني عقب هالرمسك اللي انت شو تشتغل معلم موسيقى موسيقى؟ ايه يا خسارة هاللحية فين مفيش لحية على هكذا وسامة بس موسيقى ممكن مع اللحية كمان لو عايز يا راجل ما شاء الله عليك ما شاء الله الفنون هنا جميلة عندهم ايه شو اللي عيكم فنونهم رواح رزيف سحبة ندبة ايه. ندبة هنا على مستوى 11 محافظة ما شاء في مسندم فقط
تندب وياهم انت؟ اكيد. الشيخ احمد جزاه الله خير معلمنك، ما في عرس ما ياخذني معه سبحان الله، فتعلمت الرواح والرزيف عشان ادرسه للطلاب. والعام الحمد لله منافسين. صدق والله ولا تمزح؟ لا صدق يا استاذ هاني، كل عام اخذ كل عام اخذ مركز على مستوى المحافظه. ومن 3 سنوات اخذنا الثاني على السلطنه، والسنه دي مرشحين ان شاء الله للتنافس على السلطنه، واخذين مركز اول على المحافظه ما شاء الله. ايه فنون تراثيه رقم 1 تبارك الرحمن. ايوه كل عام. انا كنت اتوقع تعلمونهم في الباطنه. لا رحت مسقط. رحت مسقط إيه. شو رايك؟ مسقط جميله ما في كلام فيها، لكن عادات الناس تختلف من مسقط عن محافظة مسقط. هي مسقط لأنها عاصمة، عاصمة، فلذلك تلقى فيها من كل جنسيات العالم، السفارات والقنصليات والوزارات، فتلقى الأيدي العاملة فيها من كل مكان. أكيد طبعا. إيه لكن المسندم خاصة بأهلها، إذا يجي سايح يجلس يومين وسار، تعرف يوم يقول لك لا تأخذ على الغريب عادة، ترى الغريب من تها بلاده. تسلم يا راجل. صحيح. يعني زي وانت حين تعودت على اجواءهم. انا احب المكان هنا. يعني المكان ينحب صراحه. انزل مصر لما اجي اول عام ما كنت فاهم المكان، لكن بعد سنه واثنين وثلاثه انا وانا جاي خصب مرتاح نفسيا. سبحان الله. ايه نحن من اخر الدنيا اللي هنا، مصر فنانه وخصب فنانه. اكيد كل بلد لها ميزتها. تيا من بلد بلدك انت فنان بعد. مصر بلد جميل وشعب طيب. انت الاجمل والله. ودم وخف الدم وخف الطينه والحمد لله. على هالاساس انت دمجت معاهم. انا على طول اقول الشعب المصري وين ما تحطه يسيح. ايوه يمشي يندمج يتجانس مع كل جنسيه. سبحان الله ما في بلد في العالم ما فيها مصريين. اي والله. اي نعم. يعني تقريبا حوالي 13 مليون برا مصر. الله عليك. 13 مليون 13 مليون في جميع انحاء العالم ولا 30 مليون 13 حسب اخر احصائيه؟ لا 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 30 مليون الله اعلم. لا لا اكيد 13 اللي في العين روحهم نص مليون. السعوديه فيها 3.5 بس يا عيال. والله يا ابوكم ها حين هذه الدنيا منوبه يسرط يا رب البيت والحرام. راشد شنو والله يا شغلة شيء بعد العادات والتقاليد الحين عندهم. يلا الربع في هالبلاد. يلا الربع كبروا العادات والتقاليد شيء يقال عنه الندبة. فبعد الوجبة فمن العادات والتقاليد عندهم هذا الشيء. وهالجماعة الحين هالاخوان اثنين مسعيناهم من غير البيت وحين جايين وحالفين لك ستمية يمين انكم تغدون وتريقون عندنا يوم السبت. مرة يلا Hey!
هذا؟ شو المتعارف عليه عندكم هذا؟ طال عمرك الندبة هاي كانت تؤدى بأيام النصر في المعارك، فيوم انتصر على العدو نندب، يوم كنا احنا مدولين والعدو مثلا في النص او نحن انتصرنا عليه نندب، هاي دليل على النصر. ونندب طال عمرك في الاعراس اذا دعينا او سرنا مكان نحيي هالعرس بالندبة، ونندب طال عمرك في المناسبات بالاعياد بالشيء يعني الندب هاي لها سنة ولها سالفة عندنا، فلا فيها يعني يعرفونهم النديب كيف يحترم وكيف يقدر راعي البيت، يعني فيها شحي وفيها ظهوري وفيها عيال مالك. نعم. إذا طال عمرك وتندب بالعزايم. نعم. مثل اليوم. للضيف. نعم. هاي يعني طال عمرك، بس هي يعني هاي من أساسيات القبيلة أو أساسيات المنطقة سواء كانوا شحي أو ظهوري، فهذه شيء يعني عزوة نعتزي في يدنا، يعني نعتزي بالجد أولاد شح وعيال، ونقول فانس ما قلت لك طال عمرك، ونقول عيال ظهور. طال عمرك الناس هني عايشة كل القبائل من مئات مو بكل القبائل هاي الثلاثة والناس هني عايشة القبائل لهم ظهوري يعني أولاد ظهور أولاد شح وعيال مالك. عيال مالك طال عمرك خاصة بأسرتنا نحن وتؤدى عند الحصون وعند بيوتنا، ولو حضرنا في مناسبة نحن ويا الجماعة فلنا ندبة. ويا للشح وظهور هم يقدرون نفسهم لو حضروا عرس يعرفون أن الدار شحي فيندبون الأولى تكون للدار والثانية تكون لراعي الفراش والثالثة تكون يعني للموجود، لو كان ظهوري موجود فالشحي لازم يقدره لو كان العرس شحي. فطال عمرك والأساسي يعني ما قلت لك أنا للحروب للمعارك يوم كانوا ينتصرون على العدو طال عمرك يعزون يدهم عيال شاح وعيال ظهور. وطال عمرك هالمنطقة القبائل عاش فيها من مئات السنين وعارفين يحترمون بعض وعارفين لو الشحي ظهوري يعرف الشحي فيعرف كيف يؤدي اللي عليه، ولو بالعكس بعد يعرفون ما في شيء. وهالقدا وهالحارف وهذه طال عمرك مخلف لها من الندبة من قديم الزمان سبحان الله ويندبون، عرفت؟ فاني عندنا الحمد لله يعني الندبة هاي ما انقرضت، يتوارثونها ابن عن جد انزين ويخلفون لعيالهم والحمد لله. عندنا حتى الشباب الشباب ما شاء الله يندبون احنا ما شاء الله. هذا اللي تشوفه قبل شوي ندب هذا بالعيال حمسالني حمسالني ما شاء الله عليه ما شاء نعم. الله وهذا عليه. هم ترى اهليه هم والخنازره اي نعم وكل القبائل طال عمرك عزونا طال عمرك. نحن بغيت اتطرق بس اتطرق طال عمرك انت الحين زرت بخه وزرت طال عمرك منطقتك خصب وبس باقي عندك طال عمرك الزور دبا ومدحه، ترى هذه لها بعد مناطقنا ونعتز فيهم ونفتخر فيهم عيوني. اي نعم باقي عندنا دبا وربعنا واخواننا هناك وعندنا ليما ان شاء الله. ليما ليما انا ما قديتها اي نعم مناطق الجبليه طال عمرك بانت تليهم كل جبل يبل الله اكبر. يا ابو محمد نحن سعيدين في تواجدك وتلبيتك للدعوه والله سعدنا والناس كلها فرحت وما شاء الله انت نقلت على المنطقه يعني رويت جمهورك ومتابعينك المنطقه واهلها وعاداتها ونحن نروح طول عمرك الا لاجل اني اروي الناس اللي ما شافوا اللي ما شافوا هالمنطقة أرويهم إياها بالأخص هالكويت وهالبحرين وهالسعودية نعم فيهم نعم طبعاً. ونحن جماعتنا من الإمارات عبارة نحن مدخلاني ويا هالعمان يعني بيننا نسب ودم ولحم وروابط من عشرات السنين صحيح. أو بل من مئات السنين صحيح. إيه لكن نحن نتكلم عن الناس اللي من غير نعم هي نعم ونحن نرحب طال عمرك بمتابعينك وأي حد من متابعينك يبغى يزور المنطقة طال عمرك هاي بلدهم يلا الله يحفظك وان شاء الله طال عمرك بعيوننا اي وقت نفرح ونسعد بشوفة ضيوف طال عمرك. وابشركم ابوي توجد عندهم البنية التحتية وتجي المطاعم يبي بخيام شيء مناطق مصرح لإقامة الكربانات وشيء اماكن شيء شركات تأجير الكربانات وخيام والفنادق والاستراحات على مد الطريق شيء بالعظمة البنية التحتية عندهم للسياحة شيء مهول. وبكره ان شاء الله بنطلع في رحله بحريه مع شركه سياحيه نعم شركه خصب للسفر والسياحه ان شاء الله نعم. فعندهم عده انواع من القوارب ونحن حاجزين ان شاء الله نوع معين من القوارب وبياخذوا بنا جوله على دور مدار مسندم نحن والجماعه وان شاء الله بننقل لكم كل شيء يسر خطركم ان شاء الله. هاي مال الشركه السياحيه وهذه هي بوي شركة السياحة خصب للسفر والسياحة تأسست سنة 92 على يد المرحوم عبد الخالق أحمد الشحي وهي أول شركة سياحية في محافظة مسندم تقدم الشركة خدمات سياحية مختلفة.
نعم، وتتعامل مع العديد من الشركات المحلية والأوروبية، تنظيم الشركة رحلات بشكل يومي من دولة الإمارات إلى محافظة مسندم، ولها فرع في إمارة دبي، وتمتلك عدد من الحافلات والسيارات والقوارب البحرية، كما أنهم تنظم جميع الرحلات والجولات السياحية، غوص والصيد ومبيت بالقوارب. أرقام الشركة هاللي تشوفونهن، وكل هذا بنحط لكم إياها إن شاء الله على الهواء، وبكرة بتشوفون كل هذا إن شاء الله. يوم السبت؟ أي نعم. وين بنسير؟ بتروحوا على طريق الجبال، هي بتروحوا على طريق السي، بتروحوا على طريق منطقة اسمها سي. السي عبارة عن شو المنطقة هذه؟ منطقة زراعية فوق ليبل، وفيها سكنية، عدة ناس سكنين. هي كم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة تقريبا الحين بالوقت الحين أخف، يمكن 40 هذا؟ 20 نعم 20 الحين. وفي عز القيض؟ عز القيض 31 30 بارد يعني بهذا الوقت. وعندنا ارتفاع أطول من هناك في منطقة جبل خنزور، في وادي بانا. فمناطق ما كم من وين الماء؟ الماء من وين؟ الماء في نقل من التناكر، مياه كل التناكر مياه. كيف كم الدنيا كلها خضرة؟ لأن الجبل وهذا الشرب الأمطار والبرك. سبحان شيء برك ها؟ أي نعم البرك موجود. أيوة. نعم. سبحان إن شاء الله الأمطار تتخزن من البرك. نعم. ويشربون البرك. حوالي 400 أو 500 سنة. شو هي هذه؟ البرك والبيت القفل. البيت القفل شو يعني البيت القفل؟ البيت القفل نحن في هذا الوقت نحن نعتبره كم الغرفة، لكن محفورة حوالي مترين في الأرض. نعم. تجمع المياه يعني؟ لا يخفف البرودة. كان وقت البرد. هي. يخف البرد عنك في القفول هذه. والله. زيد الحرارة في مكان دافي تحت الأرض. ويسكنون الناس تحت الأرض. لا إله إلا الله. يعني في الجبل طال عمرك درجة حرارة توصل تحت الصفر في موسم الشتاء. أيوة. لهذا السبب سووا طال عمرك هذا في القفل. بنشوف فين هالقفول هناك. موجودة القفول. على الله يطول بعمارك. كانت الجديدة أو كانت القديمة موجودة. زين زين زين. ونتمنى طال عمرك الشيخ التميمي يكون معنا. ها؟ والله بخل. لا الشيخ بيكون ويانا. نحن بلي الشيخ هب سايرين يوم السبت. لا كلنا بنسير بضبي هبل أنت. هلا تقول ما حد قال لك. مرفجين عليك نحن استعزمنا عند الجماعة. أنا طال عمرك. ما عليه خل عنك. لا 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 ضروري. وخلى لك عيونك. بنبسط بنسيب سيارة واحدة. بنسولف بنضحك بنسير على الجماعة هناك إن شاء الله. بنسير بقعدتهم. زين. تشريف طال عمرك. طاح الحطب. تشريف حاضرين. إبراهيم الله الله في عمرك. كلكم حاضرين. والحول منك تخبر الغايب. هي والله شو بسوي. بس حلوة ترى تعب. شي. يا الحين بطعم منها والله صراطيه مرحبا محمد الله يسلمك والله شو بعتوا عن جولات الجبليه والله يطول بعمرك بعد ما بنسير جبل باكر عند زيد الخنزوري السي منطقه السي نعم بنسير جبل الخنزور بعد ما نرد من جبل الخنزور بنرد هاك المناطق بنرد بيح خصب نعم بيح خصب هذه عده مناطق منها سلسفل سلسفل فيه داخل عدة مناطق اللي هي زهران الباني حير سالم الطريبة الشرية ها كلها عرب مسكونة كلها عرب هاي بالله عليك هي نعم مأهولة بالسكان مأهولة في السكان هذه مناطق متعزلة هناك نحن عاداتنا شو عندنا الارتشاب موجودة وعندنا بيوت القفل هذا البيوت القفل اللي هي متميزة من تعتبر من المساكن القديمة نعم اللي يسكنوها قبل اجدادنا تعتبر هي مسكن وتعتبر هي حفظ المؤن الحب الشعير التمر في الخروص والسوالف يعني هل هاي المناطق بكره بنزورها نحن ان شاء الله تعالى بكره عيل ان شاء الله وقت الزياره بنشرح شو رايك بنلف لك ان شاء الله تعالى ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله بعد يوم السبت يوم راح بتكون يوم السبت بكره سياره بحر ورا بكره ان شاء الله يوم السبت وبغينا الفكاك ابوي من هالاخوان الرجال هذا واخوه ان يعذرونا ان ما انتقد ان ما تريق عندهم والله ان ما طاعوا ترشيناهم ليش شدة جايين الحين ودرين بقعدتهم جايين لين عندنا ومعزرين ابوي اللي على الريوب قلنا لهم عيل نحن جيناكم تريق قبل اشتل الضحى بتخترب علينا سيرة ليبل لكن نحن ان شاء الله بنتغدى عندكم خلفين يا ابو محمد بخلفين طال عمرك امين يا رب العالمين حفظهم
جزاكم الله خير. مسبق عمرك هذا. الله يغفر له الله يغفر له الله يغفر له. شفنا البيت ما شاء الله اللي يابوين والميال استبارك الرحمن. الله يحفظهم. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. كنا أبوي هدية من الشيخ. هذا الأمرك رمز المنطقة. رمز القبائل اللي تعيش في روس ليبان. هاي شعارها. هذا يرص طال عمرك. نحن علش الحين يعني صغر ولكن هي عادة تكون عصا. يعني اكثر من الـ نعم. من الـ الخيزران طال عمرك وتكون يعني كسلاح يعني. جزاك الله خير. مشكور مشكور مشكور. صور وياك الجزيله واحد ورا الثاني طال عمرك. اول شيء هذا الشيب يدي محمد بن احمد وهذا عمي سليمان الله يرحمه، عمي سلطان الله يحفظه، وعمي سعيد الله يرحمه، وعمي احمد والوالد الله يرحمه، عمي حمد، وعمي خالد، وعمي الدكتور خليفة، وعمي سيف، وعمي الدكتور عمر بن سليمان. ما شاء الله ما شاء الله. نعم هذا العيال محمد بن أحمد. الله يغفر للميتين ويحفظ الباجي. آمين ويحفظ البادي. طال عمرك هذا الشيب محمد بن أحمد بن سليمان المالك، وهذا الصوري، هذا مرافق الخاص. يعني ما بتحصل صورة للشيب نادر بدونه. سبحان الله. دوم ويا 24 ساعة. شيبة كم اللي متوفى؟ أتوفى طال عمرك 74. توفى بالهند. إيه. نعم. باب من زمان من قريب يعني. 74 يعني. 74 يعني من. نعم 74 يعني تقريبا. 35 سنة. 40 35 37 هي. تقريبا. نعم. الله يغفر له إن شاء الله. آمين إن شاء الله. بولجين السلام عليكم. عليكم السلام. انت قايل ما تبي احد يصورك الحين، الحين فاجئناك بالتصوير. بولجين جايب هديه وهديتك مقبوله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يسلمك. لكن اللي بغيناك عاد ما تكلف على عمرك. لا لا حاشاكم حاشاكم. هذه هديه بسيطه بنقدمها لاخونا الخالدي. حقيقه هو اجتمع في بيت الكرم بيت شيوخ آل مالك، هم شيوخنا واحنا حقيقه ما نسبقهم يعني شيء ابدا. الله يكرمك. ما نسبقهم، احنا قدمنا شيء فاحنا دائما نجي اقل منهم، نكمل بعض دائما سابقين. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. واتمنى انك تتقبلها يا اخوي. تسلم تسلم. الله يسلمك. بارك الله فيك. انزين الحين انت تتابع ولا بس اللي سامع؟ لا لا والله اتابعك باستمرار. باستمرار ودائما وابدا، وان كان يعني رغم المشاغل الا ان سبحان الله حسابك معي دائما. سبحانك. الله يبارك فيك. اطرح فيك البركه. وسبحان الله وتابعت يعني من خلال متابعتي لاخبار الشيخ قالوا ان الخالدي في ضيافتنا، ورغم اني انا متابعك اصلا. سبحان الله. فقلت بنسبق الشيخ لعلنا نجيب لك هديه بسيطه. الله يرفع من شانك. الشيخ سابقنا من قبل. جزاك الله خير. الله يبارك انت والشيخ واحد. الله يحفظك. الله يحفظك. تتكلمون بعض. الله يسلمكم. طال عمرك اخ وعزيز، ايام الدراسه دارس وياه في المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله. ايام الابتدائيه. الله يحفظك. ايام الابتدائيه. الله يسلمك. حياكم الله يا اخوان الخالدي. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيكم ان شاء الله. يعني ما شاء الله علي اخونا الخالدي ان جيت عليه فهو مهندس زراعي، فهو مهندس زراعي. نعم. وان جيت ان كان عنده اخبار يعني عالميه وثقافات تاريخيه تجدها ايضا عنده. لا يكاد الإنسان يخلو من ثقافة معينة، إلا أن الخالدي حواله أكثر من مجال ما شاء الله عليه. الله يبارك فيه. الله يحفظك ويبارك فيك ويطول بعمرك. الله يحفظك. بتريه تشريفكم لنا في أبو ظبي إن شاء الله. الله يبارك فيك. الإمارات بلد مالنا غنى. مالنا غنى. الله يسلمك. نعم. الله يبارك فيكم. مالنا غنى عنكم. مشكورين يا شيخ. بياضوي كل زين وكل فنان وكل غاوي. مشكورين على هاليمعة وعلى هال ما شاء الله الشباب اللي الله يحفظهم. هذا بيتكم طال عمرك بأي وقت. نحن أهل يا الله لا خلانا منكم. مشكورين يا شيخ. يلا يلا جماعة شكرا.